مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 5 يوليو 2020، يشرفنا ويسعدنا اليوم إنه الشباب المنجزين ما شاء الله عليهم أشرف وياسين. أشرف وياسين الاثنين في أفضل الكليات اللي بعرفها أنا، ده as far as I know في المجالات بتاعتهم، وهم هيقدموا سلسلة بتاع اسمها مناهج تجريبية في علم المناعة Experimental Methods in Immunology. الدور بتاعي هنا إنه بس يعني أقدم الشباب وأسألهم كم سؤال، لكن من الآن فصاعدا هم هيكونوا متولين السلسلة بتاعت مناهج تجريبية، ودي حاجة إحنا فخورين جدا إنها تبدأ في مجموعة الباحثين السودانيين، وإنه الشباب ديل هم الجايدز والرول موديل لشباب تانيين هيجوا بعدهم. فيعرفوا نفسهم دكتور أشرف، دكتور ياسين، بعد كده أطرح عليكم كم سؤال. تفضل دكتور أشرف صديق، تفضل. اوكي، اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور انور للاستضافه ولميك المنصه انه زي ما نقول spread knowledge للنكست جنريشن. انا اشرف صديق، درست في بكالوريوس جامعه النيلين كليه العلوم قسم الاحياء، وبعد تخرجت اشتغلت في المركز العام للبحوث، كنت بساعد باحث لمدة 4 سنوات، عملت الماجستير خلالها وذهبت أو سافرت لليابان بمنحة من الحكومة اليابانية، درست الدكتوراه في جامعة كيوتو في علم المناعة الجزيئي. بعد خلصت اشتغلت بوست دوك لمدة سنة، وحولت بعدها لهارفارد ميديكال سكول as a post doc من 2015. ياسين، طيب شكرا جزيلا دكتور أنور، وشكرا برضو دكتور أشرف. طيب أنا اسمي ياسين عوض الله عمر فكي. الحقيقة أنا خريج كلية المختبرات الطبية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في 2009 في قسم الأحياء الدقيقة، وبعد ذاك تاني بديت الخدمة، وبعد ذاك اتعينت في كلية المختبرات كمساعد تدريس، وعملت في أثناء الزمن ده الماجستير في 2013، وترقيت لمحاضر، وفي 2015 سافرت ألمانيا لأنه أخذت منحة من الحكومة الألمانية عشان أعمل الدكتوراه في مجال المناعة. فمشيت مع هيلمهولتز سنتر فور انفكشن ريسيرش، وعملت الدكتوراه في وخلصت في 2019. وبعد ذاك طوالي عملت الدكتوراه في مجال المناعة في سبيسيفيكلي في خلايا اسمها ريجولاتوري تي سيلز، وبعد ذاك حولت حاليا شغال كبوست دوك في يونيفرسيتي كوليدج لندن في انستيتيوت اوف اميونيتي اند ترانسبلانتيشن. ممتاز. هارفارد ميديكال سكول ويونيفرسيتي كوليدج لندن، تو اوف ذا فاينست سكولز يعني في 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 العالم. هل في اي مشاكل لاقتكم من ناحيه بتاعت فيزا، من ناحيه بتاعت كده كسودانيين فقط؟ اشرف؟ هاي انا اتكلم لك يعني. انا طبعا حصلت لي الحاجه دي لما كنت في اليابان بعد خلصتها، وحاولت اخذ فيزا لانه اجي كبوستو. ففعلا الفيزا يعني هي ما اترفضت، لكن اتاخرت يعني صراحه، والسبب زي ما نقول كسودانيين. فحصلت لي المشكله دي واخذت زي شهرين ونص حتى حصل لي كليرنس وجيت. لكن كانت الصدمه الكبرى انا لما جيت هنا، حتى داخل امريكا بتواجه المشكله دي يعني. بتذكر انا كان جاتنا دعوه من واحد زميل لي كان في اليابان، وهو كان اشتغل في الـ NIH as a postdoc، فمعاي زميلي دكتور فيصل، طبعا هو هيكون في السلسله برضه هيقدم عن structure biology، تجارب المناهج التجريبيه للستراكشر بيولوجي. ف دكتور فيصل كان الوقت ده موجود في صراحه في فيرجينيا، جامعه فيرجينيا as a postdoc. اتقابلنا في دي سي ومشينا للـ NIH، فكانت المفاجاه انه اعترض دكتور فيصل لانه لما كان قدم الجواز السوداني، فانه ممنوع انه سوداني يخش الـ NIH. يعتبر تكنولوجي ترانسفير. طبعا هو الـ NIH طبعا معروف انه اكبر نقوله انستيتيوت جفرمنت انستيتيوت، هو بيوزع الفندنج فيها كميه من اللابات وال يعني ريسيرش فيري ادفانس بتعمل فيها. فكانت اشكاليه هنا، وبعد يعني تعب، وطبعا كان الوقت ذاك ما طلع الاي دي بتاع الجامعه، لما طلع الاي دي بتاع الجامعه حتى سمحوا له وبضمان منه المستقبلنا يعني.
انا من البدايه كان دخلت بالبطاقه حقت الجامعه يعني، فما عرضت عليهم اي اي جي سوداني، فدي كانت الاشكاليه. لكن اول مره كان اعرف انه حتى الـ NIH as a government institute انه انت سوداني يعني ما بيسمح لك تخش ما لم تثبت عندك اي دي تاني لجهه انت شغال في امريكا وهذه زي، ففي مشاكل حقيقه يعني. نعم، وانا قبل كده برضه ادعيت لواحده من الكامبوس بتاعت ناسا و يعتذروا لي بعد يعني قرب الموعد بتاع اللقاء، اعتذروا لي قال لك معلش انت سوداني وكده وما حنقدر نستقبلك يعني. طيب ياسين انت في والله انجلترا، نتمنى الحاجات تتغير بعد التغييرات اللي حصلت دي يعني. اتمنى انا اسف بسال الاسئله دي لسبب واحد، يعني احنا السلسله بتاعتكم هتعملوها بتاعت المناهج التجريبيه وكده، لكن في حاجات مهم جدا الناس تكون اوير بها، يعني الناس تكون مستعجله ودايره تمشي ويا اخواننا اصل كيف والفيزا وين والقبول، لكن ما مخططين وعارفين كويس اللي بيحصل هناك. طيب هو ياسين عندك جبول، ما في صعوبه انك تصل يعني، تاخذ الفيزا يمكن تتاخر لكن حتاخذ الفيزا. تمام ياسين، بالنسبه لي انا فورتشنتلي حقيقه ما كان في مشكله يعني بير سي، لكن انا بس عايز اقول حاجه، انا كنت محظوظ يعني. ليه؟ لانه انا الفتره اللي مشيت فيها المانيا كان بس قبل اللي هي الفتره بتاعت الكرايسيس بتاعت الريفيوجيز لو بتتذكروا في 2015 سوريا يعني. نعم بتاعت سوريا، فالفلكس بتاع الريفيوجيز ده لما جاء هو بدا ياخر الفيز، لكن انا مثلا صراحه الفيزا طلعت لي في اسبوعين تقريبا عشان امشي المانيا. لكن بعد ذاك واحده من برضه من المشاكل حصلت لي، انا مثلا زوجتي تاخرت سنه كامله عشان تاخذ الفيزا عشان تجي، وضو كانت هي 100% سبونسرد باي السبونسر اللي هو عامل لنا سبونسرشيب، لكن ده واحد كان من الحاجات اللي يعني. وبعد ده كانت انا سمعت من ناس يعني زملائي جو المانيا بعدي قالوا لي يعني السفاره في السودان بقت مشكله كبيره جدا، كون حتى لو انت طالب حتى لو عندك قبول مهما كنت في اي ستيج ممكن تتاخر كثير، لكن ان ذا اند انت حتلقى حتجي يعني، من ناحيه حتجي يعني especially إذا أنت كنت طالب. لما جيت بريطانيا ما كان في مشاكل كبيرة صراحة، لأنه هنا السيستم واضح يعني، بس لكن هنا طبعا مكلفة جدا يعني، وأي زول خارج الـ EU الحاجة دي هم ما عندهم فيها صراحة discrimination، ولا عندهم حاجة اسمها ما بتختلف حسب الجواز يعني. أي زول جاي من برا الـ EU عنده رسوم كثيرة جدا مفروض يدفعها، وثاني حاجة بتدفع للـ NHS اللي هي National Health Service، وموضوع طويل يعني، يعني أنت بتفلس لحد ما تصل هنا. لكن once you do that الفيزا بتطلع بسرعه يعني. تمام ممتاز، نرجو انكم يعني الستوري تيلينج للاكسبيرينسز بتاعتكم along the way تدوها للشباب على اساس انه بتوفر لنا احنا اسئله كثيره بتطرح اسئله حاليا. كتر خيركم ان شاء الله، ربنا يوفقكم يا شباب. انا اوجه الاداره للحبيب ياسين. طيب شكرا جزيلا. خلينا نعمل شير للسكرين. إذا أي واحد هنا شايفين السكرين. تمام. طيب أنا حقول كلمتين قبل ما نبدأ أنا ودكتور أشرف في الموضوع. نحن هنتكلم إن شاء الله عن overview of experimental methods in immunology. لكن قبل ما نبدا نتكلم عن الموضوع ده، في حاجه بس انا حبيت اقولها، بعدك بخلي طبعا دكتور اشرف يبدا يواصل، اللي هي انه ليه احنا عايزين نعمل السلسله دي وليه فكرنا فيها انا ودكتور اشرف. يعني صراحه واحده من الحاجات اللي لاقتنا احنا، وممكن يكون في ناس كثيرين يعني واجهوا الحكايه دي، انك انت لما تكون طالب وعايز تسافر، بالذات لو عايز تسافر برا يعني وعايز تفتش لفندنج، فاول حاجه بتلاقيك انك انت لازم تكتب بروبوزل. لكن حتى قبل تكتب بروبوزل في بعض المنح انت لازم يكون عندك كونتاكت مع سوبرفايزر. فعشان يكون عندك كونتاكت مع سوبرفايزر لازم تكون عندك نوليدج بالفيلد، والنوليدج بالفيلد بتجي من البرايمري ليتريتشر. وفي في في الحالتين ديل يعني، في حاله انك انت تقرا برايمري ليتريتشر كيف وكيف تكتب كونفينسينج بروبوزل عشان تاخذ بيو فاندنج عشان تسافر عشان تواصل، محتاج انت هنا ليش؟ محتاج انك انت تكون عارف الميثودز في الفيلد. انا بصراحه مثلا في مجال الاميونولوجي كنت يعني ثيوريتيكلي سبيكينج كنا كويسين ما كعبين شديد، لكن لما نجي نتكلم على البراكتيكال اسبيكتس بتاعت الفيلد، واللي هي دي الحاجه المهمه في النهايه، لانه الثيوري ده يزول بيكون عارف، لكن في النهايه
how to generate new data و new knowledge. دي الحاجة اللي صراحة يعني اللي احنا فاقدينها طبعا في السودان. فعشان كده احنا فكرنا في السلسلة دي، قلنا على الأقل في بنبدأ بالبايوميديكال فيلد يكون عندنا مجموعة من الجس تكلموا عن الكومون ميثودز الواحد بيلقاها في البرايمري ليتريتشر، وعشان تساعد الناس انه يقروا البرايمري ليتريتشر وفي نفس الوقت تساعده منه يعني يكون عندهم قدرة على انه يكتبوا بروبوزلز وعشان يواصلوا الستاديز بتاعته. ما اعرف اذا دكتور اشرف عنده اضافة للموضوع ده. والله انا يعني ما حاضيف شيء كثير، لكن هو نفس الكلام انت قلته وانا اتفق تماما على الموضوع ده. فهي فعلا مشكله، بالذات الايمونولوجي تكنيكس عموما ان جنرال يعني فيري اكسبنسيف، يعني ما بتتوفر دائما في كل الدول، بالذات الدول الديفلوبينج كانتري بتعاني من الحاجه دي. ممكن بعض الدول في الديفلوبينج كانتري احنا بنعتبرها يعني عندها بعض الامكانيات او مهتمه يمكن بالريسيرش اكتر، فبكون عندهم بعض الاجهزه او بعض التقنيات اللي بيستخدموها. لكن ان جنرال احنا كنا في السودان وانا اشتغلت في ديبارتمنت بتاع ايمونولوجي، فعارف صراحة اللاك الكبير في التكنولوجي بتاعت انك تو دو ايمونولوجيكال ريسيرش يعني. ففعلا بنحاول بقدر الامكان في الويبينار ده او نقدم اوفر فيو اللي قال يساعد الناس تفهم الكومن دي نقوله، او التقنيات الشائعه اللي بيستخدموها في التجارب الايمونولوجي، على الاقل لو اي واحد عنده فكر تاع بروبوزل عايز يقدم له برا ممكن يحاول يستخدم الكومن، وحتى يمكن يضيف ادفانس تكنولوجي لنفسه في البروبوزل بتاعه لازم يكون فيري كومبيتيتيف في الابلكيشن بتاعه. فلانه انت لو قدمت اي بروبوزل يعني الكومبيتيشن بتاعه بيعتمد على ان انت ليه عايز تطلع برا مثلا، اي جهه اي كوميتي هتعاين، لانه هل الحاجه دي بوسيبل ان تدو يعني كنتري ليه يعني عايز تجينا يعني. فالتكنولوجيا اللي هي النوت افيلبل في البلد بتاعتك هي واحده من الاشياء اللي بتخلي الكوميتي تعاين لك بعين انه انت فعلا محتاج مساعده انك تقدر تنجز البحث بتاعك، لانه التكنولوجيا ما متاحه عندك في بلدك. لكن اتليست يو نو التكنولوجيا حتى لو ثيوريتيكلي يو نو، لانه انت لما تمشي برا كده كده هتتدرب يعني وحيحصل لك ترين. عشان كده دائما احنا نقدم الاوفر فيو على اساس الناس تعرف فكره عن الكومن ميثود المستخدمه، وبعد ذاك طبعا التدريب على التكنيكس وعلى الاناليسيس بتاعت الداتا والحاجات دي، انت يعني يمكن براك تو ادفانس تعمل سيرش براك لقدام بعد تشوف التقنيات دي. لو انت حابب وعندك فكره عايز تجرب على الريسيرش ممكن تخش اليوتيوب تشوف التقنيات دي اكثر، الناس ممكن تشوف فيديوهات حتى. في طرق انك انت ممكن تديب السيرش بتاعك عن الحاجه اللي انت سبيسيفيكلي عايزها من التقنيات دي او عنهم كلهم اذا انت حابب تعرفهم كلهم اكثر ان ديبس يعني. فنحن بنحاول بس يعني بنمشي بندي اوفر فيو، ولعل وعسى دي حاجه تساعد الناس لما تيجي تكتب بروبوزل زي ما قال دكتور ياسين انه they are aware يا دي التكنيك محتاجين ليها عشان تدو ذا ريسيرش يعني. رايت رايت، شكرا جزيلا. زي ما قال الدكتور ممكن نحن حنتكلم عن بعض الأشياء ما حنفصل كثير زي ما قال الدكتور بعد ما حنعمل introduction بسيطة عن الميثودز وعن عموما يعني ليه نحن بنتكلم عن الميثودز. حنتكلم عن الفلو سايتومتري والفاكس اللي هو الفلوريسنت اكتيفيتد سيل سورتينج، حنتكلم عن الايمج ستريم، وبرضو هنتكلم برضو عن المجموعة من الاميون بلوتينج اسيز الويسترن بلوتينج. الإلايزا واحدة من الميثودز المهمة جدا. هنتكلم عن الميكروسكوبي، هندي فكرة عن الانفيفو اكسبيرمنتس، هنتكلم برضو عن المولكيولر ميثودز. دي بصفة عامة، لكن زي ما انا قلت ودي حاجة مهمة جدا هنتكلم عنها هسي انه this is by no means an يعني an all inclusive list of methods. صح يا دكتور؟ فهي نحن بس يعني هي اوفر فيو بسيطه يعني، لكن هذه كومن ميثود يعني فهي مستخدمه جنرال. فعلا فعلا يعني انت لو فتحت ورقه زي ما حنتكلم بعد شويه لازم تلقى اكسبيرمنت فيها فلو سايتومتري، لازم في الغالب ممكن تلقى اكسبيرمنت فيها مايس، تلقى فيها اكسبيرمنت فيها ار ان اي سيكونسينج، الحاجات دي يعني على الاقل انك تكون فاميليار بيها. طيب
By way of introduction, دكتور اشرف اتكلم قبل شويه عن لين احنا we have to understand methods. صح يا دكتور؟ احنا قلنا يعني ال understanding of methods مهم جدا، لانه if you understand the methods هتعرف how to apply them، وهتعرف اذا جيت تقرا في البرايمري literature هتعرف ليه الاوثر كتب يعني استخدم الميثود ده الميثود المعينه دي عشان to generate عشان وطلعت منها الداتا المعينه دي. وفي نفس الوقت برضو اي methods عندها advantages and disadvantages، right؟ بالضبط بالضبط. فعشان كده مهم جدا ان الواحد يعرف الميثودز في اي حاجه. وفي حاجه مشكله ممكن انت تتكلم عنها يا دكتور، انه احنا في السودان ما عندنا اكسبوجر للادفانس ميثودز ما زي هنا مثلا. بالضبط كده. يعني عندنا يعني هنا مثلا الطالب ممكن يكون في سنه ثانيه او في سنه ثالثه يكون عنده ميني بروجكت، والميني بروجكت يكون فيه فلو سايتومتري، ممكن يكون فيه مايس اكسبيرمنتس، ممكن يكون فيه كميه من الحاجات اللي احنا هنا يعني احنا الواحد يمكن يكون ما سمع بها اصلا في السودان. طيب الحاجه برضو الثانيه المهمه جدا، الميثودز ار نوت ستاتيك، يعني الميثودز دي حاجه يعني ايفر ايفولفينج، وزي ما احنا قلنا هنتكلم بس عن الكومن ميثودز، لكن يو هاف اولويز تو بي تو كيپ اب تو ديت مع النيو ميثودولوجيز اللي بتجي، تحاول تقراها، تحاول تعرف عنها، عشان لما تجي الفرصه تكون على الاقل عارف سم باك جراوند عن الميثودز وتدي عنها، ويعني تقدر تتعلمها بسرعة وتقدر حتى تطور فيها. يعني النقطة الثالثة اللي احنا كتبناها هنا اللي هي انه احنا دائما we always borrow and or modify methods from other disciplines. فممكن دكتور اشرف مثلا يدينا فكرة عن او يعني في examples كثيرة طبعا للحاجة دي. طبعا في examples كثيرة، ده شيء طبيعي انه دائما اي field يعني حاليا ما في مثلا انا هقول مثلا على ايمنولوجي هشتغل ايمنولوجي تكنيكس as a pure like antibody دايما بقول antigen interaction بس مثلا كمثال يعني، لكن اي حاليا كل الفيلدز متداخله مع بعض interdisciplinary. يعني انت الليله بتستخدم حاجات من الفيزيكس في البيولوجي ومن الكيمستري في البيولوجي، بتستخدم يعني الحاجات دي كلها متداخله مع بعض، حتى مرات بتحاول تفهم الكيمستري في البيولوجيكال سيستم، بالتالي هتحتاج تستخدم كيمستري ميثود عشان تستخدم تدرس حاجه في الليفينج اورجانيزم. من جس من الامثله البسيطه اللي ممكن انا اقول مثلا كمثال نحن لو اخذناها، يعني لو عيننا للفلو سايتومتر نفسه هنجي له انه هو اساسا نحن لو عيننا للطريقه بتاعت الشغل هي عباره عن فيزيكس عن كيمستري، يعني كل الاعتماد في الفلو سيتومتر هنشوفه بيعتمد على الليزر، ضوء بتاع الليزر، بالاضافه على انه انت الخلايا بتاعتك بتكون ستين ب سبيسيفيك مثلا انتي بودي هو ليبل بفلورسنت اللي هي كيميكال كومباوند، في بتعمل لما تتعرض للليزر بتعمل اشعاع او بيقولوا بتحصل انبعاث لاشعاع نتيجة للليزر، وده انت بتقدر تعمل له ديتكشن في فلتر معين، وده بيديك القراءات اللي بتعرف منه تعمل منه الاناليسيس بتاع الداتا بتاعتك. فهي كلها كومباينيشن فيزيكس بالاضافه للشغل بتاع البيولوجي اللي هو الانتيبوديز والسيلز والحاجات دي. فنحن دائما بنستخدم الميثود دي، حتى لو جينا لموضوع بعدين حنجي لموضوع الويسترن بلوت برضه، هي بنيجي نلقى انها هي عباره عن كيمستري في النهايه، separation للبروتين، شغل البروتينات والseparation هاي دي كلها عبارة عن chemistry للseparation بتاع ده في الأكريلاميد جل مثلاً، بعد ذلك بنعمل transfer، ده كله عبارة عن electric مع physical مع chemistry وdetection بعد ذلك بالantibodies الحياة دي. فكل الأشياء هنا داخلة في بعض، فعشان كده بنقول نحنا دائماً بنعمل شنو، بنستخدم تقنيات جاية من field ثانية وبنعمل لها modification. حتى الشغل بتاع المولوكيولر بيولوجي هنشوف بعدين، هنستخدم المولوكيولر طبعا هو داخل في اي فيلد، انك كيف تو فيت في الايمونولوجي فيلد يعني تستخدمه. فهذه الفكره عموما يعني. شكرا جزيلا. وطبعا برضو انا لو برضو اضيف يعني برضو حاجه بسيطه، انه نحن برضو وي دونيت ميثودز للاذر فيلدز،
يعني في كمية من الفيزياء بيشتغلوا بانتيجين انتي بودي انتراكشنز ميثودز زي دي، يعني برينسيبلز زي دي اذر فيلدز برضو بيستخدموها بيطوروها يعني. طيب نحن ممكن نبدا طوالي في اول واهم ميثود، وانا اعتقد انه ممكن نحن تديكيت المحاضره دي كلها للميثود دي، لكن احنا هنتكلم عنها بصفه يتكلم عنها الدكتور اشرف، اللي هي الفلو سايتومتري. بس ممكن دكتور اشرف يدينا فكره كده عن الفلو سايتومتري بسيطه جدا. طيب زي ما قال دكتور ياسين، الفلو سايتومتري واحده من اهم زي ما نقول اعمده الميثودولوجي المستخدمه في الاميونولوجي، واحده من مهم التقنيات اللي انت لا يمكن تستغنى عنها ابدا في شغل الاميونولوجي. اوكي، فالفكره بتاعت الفلو سايتومتري فكره هي اول ما بدات، يعني اتكلم عن هيستوري، لكن اول ما بدات هي كانت اوريدي ما كانت بتستخدم مثلا في الاميونولوجي. الفكره كانت انه نفس الفكره هي انه تو فلو سيل في 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 ليكويد، وهي كانت الفكره الوقت ده بتستخدم للبكتيريا، بيعمل ديتكشن للبكتيريا السايز بي، يعني بس فقط للسايز. وبالطريقه دي الناس طورت الفلو سايتومتري، بدات تستخدمه للاميون سيستم، بانه انت ممكن يعني تو اديت، يعني تستخدم الاميون سيستم تعمل تدرس كل الخلايا بتاعت الاميون سيستم عن طريقه، لانه اي خليه في الاميون سيستم واي في جسمنا كله عندها مثلا ماركرز معينه. فبالضبط خلايا الاميون سيستم مثلا لو جينا، احنا طبعا هنتكلم عن الخلايا هنا ان جنرال بتاعت الاميون، لكن لو جينا مثلا كاخذنا مثال عندنا التي سيل او الخلايا التائيه كلها عندها مثلا ماركر سي دي 3، وعندها بعد ذاك بتمشي للسب بوبيليشن مثلا سي دي 4 سي دي 8 سي دي 17 وهكذا، يعني سي دي اتش 17 وهكذا. يعني فانت ممكن بالماركر دي انك تدرس او تعرف البوبيليشن بتاعت السيلز دي في السامبل بتاعتك، والكوانتيتي بتاعتها كم من كل نوع من السب بوبيليشن دي. ف از ا ميثود الفلو سايتومتري زي ما شايفين في الشارت ده، هنا انك هنا عندك سيش فلويد، ده اللي هو كونتينر فيه سايل، بيضخ عليك السايل ده، وعندك السامبل بتاعتك بتكون ستين بالانتيبودي ليبل للسبيسيفيك ماركر في الخلايا اللي عايزها انت يعني تتعمل. بعدين هنعرف الاهميه بتاعت الفلو سايتومتري شنو. فاول ما تعمل ستين للخلايا بتاعتك بتقوم تاخدها في المشين، والمشين لما تعمل بومبينج ران للسامبل ده اللي بيحصل، انه بيجي الفلويد بيجي مع السامبل وبيحصل لها ضخ في زي ما شايفين هنا اسمها النازل. الفكره هنا بعدين الخلايا بتجي في البدايه خاشه كمجموعه زي ما خاشين دبل خليتين ثلاثه مع بعض، لكن بعد ذاك بتضيق عليها النازل وبتديك بتبقى خليه واحده، فبتنزل معاك خليه واحده. الخليه دي بتتعرض لليزر في ليزر لايت زي ما شايفين هنا. الليزر لايت ده زي ما شايفين في واحد ريد، في النظر الثاني هي بالجرين دي اللي هي اينستين الريد ستين سيل. الريد لايت بيجري لك حاجتين مهمات جدا جدا، او الليزر لايت بيجري لك حاجتين مهمات، بيجري لك الفلورسن بتاعك، وبيجري لك برضه شنو بحاجه اسمها الفورورد سايد سكاتر. الفورورد سايد سكاتر هنجيها بعد شويه في السلايد الجاية، هتورينا هي بتعمل شنو في الأساس. لكن الخلية دي فيها antibodies connected مثلا بالستين بالantibodies المعينة against الماركر المعين say CD4 or CD8 antibody هو connected by fluorophore أو fluorescent conjugated. الليزر بيعمل hit للفلورسن الموجود في الantibodies. اول ما يحصل هيت في الفلورسنت دي او الفلوروفورم او الفلوروكورم بيقولوا برضو هو اللي هو بيعمل اشعه، بيمتص الليزر لايت. امتصاصه الليزر لايت بيسموه الاكسايتيشن، فبيحصل تحرك للالكترونز داخل الفلورسنت داخل الفلوروكورم. الفلوروكورم ده بعد ده بيعمل شنو؟ immediately اول ما يحصل انه الاكسايتيشن لل ما نسميه الالكترونز بالليزر لايت،
لما بتقوم تتحرك الى داخل الفلوروفورم، اذا حازناه في شكل دايره مثلا تتحرك جواه، فجاه بيقوم الجزيئات دي ترجع، الالكترون بيرجع ثاني لحالته الطبيعيه. اول ما ترجع لحالته الطبيعيه بيحصل حاجه اسمها الاميشن. الاميشن او الاميتد ده بيحصل انه شنو، بيحصل انبعاث لطاقه، فبيديني ما يسموه الاميشن. الاميتد ده اللي هو الفلوروسن بيخش بويف لينز معين اللي هو طول موجه معين، وبيطلع بطول موجي اعلى طلع نتيجه الانرجي. هنا بيحصل ديتكشن لكل طول موجي في فلتر معين. اوكي سو الاول ما بدا الفلو ساتوميتر كان هو عباره عن 1 ليزر، حاليا عندك اتليست ممكن تصل ل 5 ليزر. ده الموست ادفانس فلو ساتوميتر، ال 5 ليزر. ايتش ليزر، اي ليزر واحد ممكن يقول لك اب تو 5 كلر. يعني انت لو عندك 5 ليزر مثلا في المشين بتاعتك واللي هو ادفانس، ممكن يقول لك اب تو 20 كلر. هذه ده عدد مهول، زمان انت بتقدر تقرا اكثر من 4 تو 5 ماكسيمم في المشين. وانت ممكن حاليا على كل النيو ماشين بدات من 3 كلر اب تو 5. فانت ممكن تو يعني بتطلب من الكومباني، اذا انت عايز ممكن تعمل حتى من الكومباني تطلب سبيسيفيك ماشين بكريتيريا معين. انا عايز مثلا 3 ليزر اقدر اشوف بيهم 12 كلر او 15 كلر او ايفر. ف انت بتحدد الكريتيريا يمكن الكومباني تعمل لك، او انت تشتري اجهزه جاهزه بالليزر هي المحدد اللي فيها تدرس الكلر المعين. فهذه الفكره، انه الفكره هي كلها انه السيل بتمشي فلو في 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 بتاع فلوينج في السايل، والفلوينج بيحصل لها ديتكشن بليزر. الليزر ده هو اللي بيحدد، بيحصل اكسايتيشن انيميشن لللايت بتاعك، بيحصل لها ديتكشن في فلتر معين. الفكره الثانيه انه بيحدد لك السايز الليزر نفسه اللايت. كيف؟ نمشي على سايد ثاني عشان نوريكم كيف بيحدد السايز. One second. ايوه اوكي. هنا زي ما شايفين عندنا حاجه اسمها الفورورد اند سايد سكادر، دي اللي قلت لكم انه هن اللايت. فهنا لو شايفين مثلا لو اخذنا تحت هنا بنشوف الفورورد سكادر زي ما شايفين هنا، انه اللايت هيت ده بيديك حجم الخليه، هو اللي بيحدد ال زي ما بيقولوا انبعاث الضوء اللي هو بيحصل له ديتكشن بطريقه معينه. فلو جينا للفورورد سكادر بنشوف ان الخليه كل ما تكون سمول الديتكشن اللايت بتاعي المنبعث خارجيا بيكون الانجل بتاعته اقل او الزوايا بتاعته اقل، ولما تكبر الخليه شويه بيزيد، ومع زياده الخليه حجم الخليه بيزيد اكثر. فدي هنا بنقدر نقراه مثلا الفورورد سكادر زي ما شفنا الليمفوسايت مثلا هي حجما اقل حجما، لو مشينا المونوسايت بنلقى انها اقل حجما، فبتلقى بيحصل لها شيفت انها تمشي على اليمين، وكل ما الخلايا كانت اصغر كان بتمشي على الشمال مثلا في 200، ما زي لما تكون في 600 زي ما شايفين الليمفوسايت. ده بالنسبه للفورورد سكادر، انه اول ما يحصل هيت بالليزر بيحدد لنا حجم الخليه، هو بيحدد لنا وين تكون في البلوتنج. هنا زي ما شايفين ده البلوت بتاع الفلو ساتوميتر. لما نجي لل السايد سكادر ده بيحدد الجرانيولتي، يعني الخليه ال زي ما بيقولوا ال يعني الجرانيولتي معناتها اذا زي ما بيقولوا فيها ما كلين الخليه، فيها مثلا حبيبات اكثر او ما يعني او السيتوبلازم بتاعها ما كلير سيتوبلازم، فيه كميه من زي ما بيقولوا سايتوكاينز وات ايفر حاجات كثيره يعني تكون جواها. فهي دي بتقوم تخير في الـ في الـ في الستراكشر بتاع السيتوبلازم بتاع الخليه. فهنا الحاجات دي الجرانيولتي دي او الجرانيولز الموجوده داخل السيتوبلازم كل ما تكون اكثر يحصل انعكاسات من الليزر يعني بطرق مختلفه او في اتجاهات مختلفه زي ما شايفين هنا على يد الشمال. السايد سكادر للخليه دي مثلا هيتت، شايفين اللايت يعني اميتد في ديفرنت او دايركشن. هنا كل واحد بيحصل له مثلا يستقبل في فلتر معين، فبالتالي هنا بتقدر تحدد خلايا الجرانيولتي زي ما شايفين هنا فوق الجرانيول سايد مثلا كلها بتكون هي ماشيه لاب في السايد سكاتر طالعه لفوق يعني 600 يعني above 400 زي ما شايفين هنا.
وانت ماشي لفوق. فهنا ده بيحدد لك. فانا بس بالسايد سكاتر والفورورد سكاتر ممكن احدد انا يا بوبوليشن حامشي ادرسه. مثلا لو عايز انا التي سيل والبي سيل فور اكزامبل بمشي طوال الليمفوسايتس فبلقى الخلايا بتاعتي هنا. فلو عايز الجرانيو مثلا البيزوفيل والنيتروفيلز الحيات دي فحلقاها في الجرانيوسايت مثلا وهكذا. فانت نوع الخلايا اللي بتحدد لك انت الداتا دروسها هي بتحدد لك تمشي لي واحده من ديل وتشوف الخلايا بتاعتك موجوده وين في ديل. اوكي فده سيمبلي انه الفور سكاتر السايد سكاتر هي حاجه زي ما بيقولوا باي ديفولت في اي فلو سايتوميتر مهمه وبتلقاها باي ديفولت. يعني انت ما بتحاول تغير فيها اي حاجه هي موجوده اوريدي. الكالرنج اللي بتضيفه انت ده شيء ثاني لكن بالنسبه لي دي هي مهمه وموجوده باي ديفولت في الفلو سايتوميتر لما تيجي تعمل البانل بتاعك. رايت رايت عندك اضافه يا سيسين؟ والله لا الحقيقه كله كان كلام كامل يعني هو فعلا زي ما انت قلت يعني احنا هنا ممكن من الصوره دي نعرف حجم الخلايا بتاعتنا والكومبلكسيتي زي ما انت قلت بتاعت السيتوبلازم بتاع الخليه المعينه وبالتالي دائما ده بتستخدمه عشان انت تشوز البوبوليشن زي ما قال دكتور اشرف اللي انت عايز يعني تدرس وبالتالي ده هو بيقودنا للنقطه الثانيه. دائما اول حاجه انت بتبدا بيها لما تيجي تعمل اناليسيس للداتا بتاعتك انك انت اول حاجه بتخط الفورورد سكاتر مع السايد سكاتر عشان تشوف التارجت بوبوليشن بتاعتك شنو. اذا انت انترستد انك تستدي الليمفوسايتس معناها هتعمل اريا هنا هنشوف بعد شويه الاريا دي. اذا انت انترستد انك تستدي المونوسايتس اذا انت تستدي الجرانيلوسايتس والاهم حاجه انه الديفرنت سامبلز هيكون عندها لانه فيها ديفرنت كومبوزيشن بتاع الخلايا. يعني السي دي مثلا جايه من الهول بلاد ودي الخلايا الكومونلي فاوند في الهول بلاد لكن اذا انت يعني مثلا سبلينوسايتس اذا عندك خلايا من الثايموس عندك خلايا من different other organs هيكون في خلايا مختلفة هيكون عندها different profile بتاع forward and side scatter وبالتالي معناها الصورة دي هتكون مختلفة. However you have to identify where is your population of interest. لازم تكون عارف وين population of interest بتاعك عشان تبدأ شنو تدرسه. لو ده بقودنا للحاجة الجاية أو بعدها معليش اللي هي انك انت بتعمل بترسم اريا حوالين المكان ده وبالتالي بتعمل اكسكلوجن لكل حاجه ثانيه وبتواصل في دراسه الحاجه دي. لكن قبل كده نتكلم عن الابلكيشنز بتاعت الفلو سايتومتري. اول حاجه زي ما قال دكتور اشرف طبعا هو الحاجه يعني واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هو الاميونوفينوتايبنج. نحن بنشوف الاميونوفينوتايبنج يعني نحن بنشوف البروفايل بتاع الخلايا الموجوده based on اول حاجه السايز والحاجه الثانيه برضو based on البروفايل بتاع شنو بتاع الستيننج اللي هي which markers do these cells express. زي ما قال مثلا التي سيلز عندنا يعني التي سيلز لما تيجي تعاين لها مايكروسكوبيكلي بتشبه البي لينفوسايتس وبتشبه اي نوع ثاني من انواع ممكن تشبه الانيت لينفويد سيلز من ناحيه بتاعت سايز من ناحيه بتاعت تينا. لكن انت عشان if you would like to go further وتعرف الخليه هي دي شنو بالضبط بتضيف كوكتيل بتاع انتي بوديز. الكوكتيل بتاع الانتي بوديز بيعمل ستيننج لماركرز معينه وبالتالي انت بعدين لما تيجي تعمل اناليسيس هتقدر تحدد بيزد اون الاكسبريشن بروفايل بتاع الحاجات المعينه دي هتقدر تحدد يا تو خلايا انت بتشوفها. يعني مثلا زي ما قال التي سيلز مثلا بتكون موجوده في الليمفوسايت جيت تمشي شويه بعد ما تمشي في الليمفوسايت هيكون عندها سي دي 3 او تي سيل ريسبتور برضو الفا بيتا او جاما دلتا تي سيلز وبعد ذاك بتشوف هل هي سي دي 4 او سي دي 8. بعد ذاك برضه هت لو بعد تمشي لسي دي 4 سي دي 8 بعد ذاك ثاني في ديفرنت سب سيتس عندهم ديفرنت ماركرز مثلا زي الريجوليتوري تي سيلز عندهم على الاقل في المايس they express constitutively they express سي دي 25 and at the same time they express فوكس بي 3 لكن الحكايه الفوكس بي 3 اللي هو ده عباره عن ترانسكريبشن فاكتور لكن الحكايه دي زي ما في الليتريتشر في المايس اكثر حاجه في الهيومن الفوكس بي 3 كان بي اكسبريس باي اذر سيلز اذر ذان ريجوليتوري تي سيلز فدي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ممكن دكتور اشرف تكلم لنا عنها اللي هو الاناليسيس بتاع السيل سايكل زي ما في الصوره هنا من الابلكيشنز. يا ده الاناليسيس بتاع عموما السيل سايكل فده بيحدد لك بالفرسم دي بتحدد مثلا الخليه دي فيها ستيج
زي ما شايفين احنا عملنا على الـ على الـ على الـ في السلايد هنا على يدك الشمال بتشوف اللايف سايكل بتاعت الخلية، هي بتكون في مثلا لما نحصل الديفيجن بتكون بيشوف الخلية مثلا فيها ستيج، مثلا لو في الاس ستيج ده بيحصل الريبليكيشن، نلقى انه الدي ان ايه بيحصل له تضاعف، وبرضه بنلقى انه بعض الكمية من البروتينات حصل لها اكسبريشن. فهي عن طريق الفلو سيتومرين بتحدد بالضبط الخليه دي فيها ستيج. في نفس اللحظه برضه يمكن تحدد البروليفريشن اللي احنا بنسميه، اللي هو الانقسام الخليه، انه الخليه دي هي اكتف بيحصل لها انقسام بالحاجه دي ولا لا. فدي جس واحده من الابلكيشن. ففي ناس مثلا في البروليفريشن مثلا بيستخدموا ستيم بيسموها الاس اف اس سي، دي برضه هي ستين للبروليفريشن، يعني انت بتجيب الخلايا بتاعتك كلها بتعمل لها ستين بالاس اف سي، وبتقوم بتخليها مثلا اوفر نايت 24 اورز، او مثلا تخليها 48 اورز انكيوبيتنج. طبعا انت خلاياك مثلا لو في عندك 1000 خليه، يعني 100000 خليه، ال 1000 خليه دي لو عملت لها ستين هتكون كلها ستين. لما تيجي تقراها بعد 24 ساعة أو 48 ساعة اللي هو يومين في البلفلوساتيميتر، بتشوف اللوس بتاع الـ SFC للخلايا بتاعتك، لأنه بتجي خلايا جديدة. بقت شنو لما تحصل الـ New Generation من الخلايا بيحصل انقسام، الخلايا الجديدة ما بتكون بتحتوي على الـ Die، فبتبدأ بتجي خلايا جديدة هي ما عندها الـ Die بتاعها، فالـ Die بيبدأ يقل تدريجيا كل ما الخلايا تنقسم. فعن طريق الداعي دي يمكن تحدد الخلايا دي مثلا هي بروليفريت ويل اور نوت. دي حاجه مهمه بالذات للناس اللي بيشتغلوا على الدراج. لو انت مثلا اشتغلت على ان فيترو استدي على الدراج، انك بتجيب خلايا بتقوم بتعمل ليها زي انك ده تعمل تيست لدراج انه مثلا بيعمل يعني انهيبيشن لحاجه معينه، ميكانيزم معين في الخلايا انه تتريت ديزيز مثلا. فلو جبت الانفيترو عملت الانفيترو كلتشر للسيلز واضفت الدراج، انت لازم تعمل تيست هل الدراج ده بيعمل افكتنج للبروليفريشن. لانه لو بيعمل افكتنج يمكن يكون ده سايد افكت ان اديشن للدراج افكت، فهنا انت لازم تستبعد اي سايد افكت ممكن يصل للخلايا من ناحيه بروليفريشن مثلا. بس انت عايز تستوب حاجه معينه في الخليه، لكن عايز تكيب الخلايا نورمال لانه الخلايا دي مهمه للجسم. وانس انك كسبت البروليفريشن معناتها هاي ويل لوز ات. فانت بتعرف الفانكشن بتاعت الدراج هي بتادي الفانكشن مثلا بتاثر على الخلايا في الفانكشن اللي انت في التارجتنج جين اللي انت مثلا او البروتين انت قاعده عشان انه تقدر تعالج الخلايا دي انها تكون مثلا بيهيف من الديزيز تكبر، يعني تو كايند اوف تريت يعني تعمل ريفرس الديزيز. اذا في بروتين معين بينتج والبروتين ده بيعمل ديزيز معين، انت عايز تعمل انهيبيشن لانتاج البروتين ده بطريقه دراج معين. فالحاجه دي انت لازم تشوف اول حاجه الخلايا البروليفريشن بتاعها افكتد ولا لا، لانه دي واحده من السيجنالز انت مهم انك توري انه الخلايا دي لو افكتد معناتها انت ممكن تاثر حتى على النتائج بتاعتك والاناليسيس بتاعك. فدي واحده من السايد افكت انت لازم تشوفه، يعني البروليفريشن بتاع الخلايا. فدي حاجات عامه يعني مهمه. اغلب الناس حاليا بالنسبه للسيل سايكل اناليسيس والبروليفريشن دي حاجات الناس بتستخدمها مهمه تيست الموديل بتاعك انه هو نورمال وما فيه اي افكت بالنسبه للحاجه دي. تمام. انا كنت بس عايز اضيف حاجه بالنسبه للبروليفريشن اناليسيس. طبعا في ناس برضو بيستخدموا البي ار دي يو. ايوه البي ار دي فعلا البروموكسي يوريدين، لكن ده طبعا بيستخدموه دائما في اغلب حاجه بيستخدموه ان فيفو. انا ما اعرف اذا حصل شفت ناس ان فيترو تقريبا ان فيفو بس بالضبط بيعمل انجكشن لنوع معين من انواع النيوكليوتايد، والنيوكليوتايد ده بيحصل له انتجريشن في الخلايا الاكتفلي ديفايدنج، وبعد ذاك ثاني انت بتعمل بتطلع الخلايا من الكاين طبعا من الماوس مثلا، بعدك بتعمل ستيننج للبي ار دي يو ده باستخدام سبيسيفيك انتي بودي كابلد وذ فلوروكروم، وبعدك بتشوف الخلايا اللي هي اكسبريسنج البي ار دي يو. دي الخلايا دي معناها هي اكتيفلي سايكلينج، او يعني نقول عليها بروليفريتنج يعني.
فدي واحدة برضو من الحاجات. ايوه لكن بس ده اضيف حاجه، انه السيل سايكل اناليسيس هو طبعا ما بيعتمد على اي سكيننج، ما فيه سكيننج، الفكره كلها في الـ في الـ في التشينجينج في الـ في السيتوبلازم، زي ما بيقول محتوى السيتوبلازم كله ما يتغير، كل ستيج هنا محتوى السيتوبلازم بيكون مختلف، في بيكون كلير ما في حاجه، زي ما بيقولوا ما في انقسام، الخليه بتكون في الريستنج، فهنا بتتجري حسب السايت الاف سي والسايد سكاتر، هم يمكن يحددوا لك حتى مثلا اللايف سايكل من التشينج اللي بيحصل في الخلايا نفسها. في خلايا حصل في الكونتنت بتاع سيتوبلازم تشينج، مثلا لو شفنا في السيل ديفيجن في الام بنلقى انه بيحصل انكريز، يعني بيشوفها فيها اللي هي الايوداي بس اللي بيضعف، يعني بي اي اونلي. تمام. طيب المهم بس حاجه نضيفه هنا اخيره، انه طبعا في numerous applications في different fields، يعني زي ما قال دكتور اشرف في البدايه انه مثلا في البكتيريولوجي مثلا بيستخدموه عشان تستدي البكتيريا، ممكن يعني ممكن تستخدمه في different fields وعنده numerous applications. نحن بس هنا ذكرنا الحاجات المهمه في الفيلد بتاعنا، يعني زي ما بيقولوا في الميونولوجي. طيب انا همشي لنقطه ثانيه في عندها علاقه بالفلو سايتومتري، اللي هي هاو تو انلايز الفلو سايتومتري داتا، او يعني نحن ما بنقول هاو تو انلايز لانه ما حنتكلم عن الاناليسيز بير سي، لكن حنتكلم عن انه انت بتشوف شنو في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الارتكلز يعني. فمثلا واحده من يعني نحن بنستخدم مجموعه من السوفت ويرز، اكثر واحد مشهور حاجه اسمها الفلو جو، والفلو جو ده هو عباره عن سوفت وير ميزته الاساسيه طبعا انه بس easy جدا to use، بتعمل loading للداتا اللي هي بيجيك من الـ من الـ من الـ من الـ من الفلو سايتوميتر، وبعد ذاك طبعا الداتا بتكون يعني هي الداتا هي عباره عن فايل فيه اللي هو الالكترونيك سيجنتشرز بتاعت الخلايا كلها اللي عندك. انت ما نحن ما علينا علينا انه بعد ذاك انت هتعمل شنو عشان تصل للخلايا اوف انترست بتاعتك. يعني مثلا هنا يعني واحده بنستخدم عندنا ثلاثة أنواع من الـ representations. أول representation أكثر واحد مستخدم اللي هو الـ اللي هو الـ bivariate way of plotting، إنك أنت تستخدم في الـ x axis وفي الـ y axis بيكون في two different properties. الـ properties ممكن تكون زي forward scatter side scatter، ممكن تكون بعد ذاك الـ properties زي certain fluorescence زي هنا مثلا الـ CD45، وبعد ذاك طبعا أنت بتقوم تعمل identification للخلايا بتاعتك دي based على الحاجة دي. لكن بتعمل شنو طبعا؟ انت ما بتجي من الميكسشر بتاع الخلايا كلها بتعين له كده وبتقوم تشوف كل الحاجات. لا، في البدايه بتعمل شنو؟ بتعمل حاجه بنقول عليها الجيتنج، اللي هي انك انت بتعمل سيكونشلي كل مره بتركز على بوبيوليشن معين، وبعد ذاك بتمشي وبعد ذاك بتختار سبسيت ثاني من البوبيوليشن ده بيست اون سيرتن يعني سيرتن كرايتيريا زي ما انت عارف. واحده من الحاجات الاساسيه اللي انت دايما بتعملها بتعمل اول حاجه بتحدد البوبيوليشن زي ما قلنا بتاعك بيزد اون فورورد سايز سكاتر مثلا. بعد ذاك حاجه من الحاجات المهمه جدا بتعمل اكسكلوجن للدبلتس اللي هي بتعمل جيتنج اون سنجلتس. ثاني بتعمل اكسكلوجن للديد سيلز، لانه هنا لو ملاحظين هنا عندنا في الواي اكسس عندنا لايف ديد داي، اللي هي دي عباره عن ستين بنستخدمها، اي ستين بستين بنستخدمها عشان تستين الديد سيلز. الديد سيلز بالتالي هتكون بوزيتيف والليفنج سيلز هتكون نيجاتيف، يعني اي خلايا هنا تحت دي عباره عن ليفنج سيلز، واي خلايا هنا فوق عباره عن ديد سيلز، فديل مهم جدا انك تكسكلود ذيم فروم يور اناليسيس. بعد ذاك هنا عندنا من هنا عندنا سي دي 45، سي دي 45 هنا بنستخدمه كماركر لكل لكل يعني زي ما بيقولوا شنو هيماتوبويتيك سيلز. وبالتالي هنا معناه لو لاحظتوا احنا خدتينا الريجن الجيت بتاعنا على شنو؟ على سي دي 45 بوزيتيف لايف ديد نيجاتيف سيلز. ليه؟ لانه انت داير الهيماتوكويتيك سيلز اللي هم ليفنج، ما داير تنكلود ديد سيلز وما داير تنكلود اذر سيلز، لانه في النهايه سامبل بتاعتك حيكون فيها اذر سيلز، ممكن يكون فيها نيورونز، ممكن يكون فيها تيثيليال سيلز، ممكن يكون فيها حاجات كثيره انت ما انترستد فيها يعني اللي هي بتكون في الجيت ده يعني. طيب وبعد ذاك نحن مثلا ده اكزامبل عشان في النهايه تصل انك انت تعمل في النهايه اناليسيس لمجموعه من الخلايا بنقول عليها الانيت ليمفويد سيلز. عندهم دائما نحن بنعمل لهم بنصل لهم باللينج، بنعمل اكسكلوجن للينج اللي هو يعني تي سيلز والبي سيلز والماكروفاجز كلهم بنخط لهم
يعني ماركرز، واي الخلايا نيجاتيف للماركرز دي بعدها بنقوم نواصل عشان نعمل لها ايدنتيفيكيشن في النهايه. يعني الحين هنا ما مهم المثال الا المهم شنو هنا الكونسبت بتاع انك تعمل سيكوينشال جيتنج عشان تصل للبوبوليشن اوف انترست بتاعك. اذا عندك اضافه دكتور؟ سلام، عندي اضافه، كلامك وافي جدا. طيب هنا بس يعني دي الحاجه اللي انا النقطه اللي كنا دايما نشير لها، انه عندك ثلاثه طرق انك انت تعمل فيجواليزيشن للفلو سيتومتري داتا، والطريقتين الاوائل دي هم طريقتين الكامون اللي انت بتشوفهم في البيبر. الطريقه الاولى اللي هي باستخدام الهيستوغرامز، ولو لاحظت هنا في الهيستوغرامز عندك بس يعني كرايتيريون واحده ممكن تستخدمها عشان ممكن تعمل لها بلوتينج. يعني هنا الخلايا بتاعتنا بنشوفها هل هي CD3 positive or CD3 negative. ما عندنا هنا عندنا كاونت، وبالتالي ده ما بنقدر نستفيد منه. اذا دايرين يكون عندنا مور يعني مور ريزولوشن، وبالتالي بنستخدم يعني كرايتيريا ثانيه، فبالتالي بنستخدم زي ما قلت لكم البولين جيتنج او الباي فاليت بلوتنج. اللي يكون عندك سي دي 3 هنا مثلا وسي دي 16 هنا وسي دي 56 هنا مثلا. طيب دي الطريقتين الاساسيه، لكن هسه مثلا الناس بيجوا لانه نحن عندنا بنعمل ستيننج لكميه كبيره من الماركر زي ما قال دكتور اشرف، يعني ممكن انت تعمل ستيننج لاب تو 20 في حتى ايفن النيور فلو سايتومترز ممكن يكون اكثر من كده زي السبكترال انالايزرز. وبالتالي معناه انت هنا عندك شنو عشان تعمل جيتنج وتصل للبوبيوليشن انترست بتاعك الموضوع ده بيكون طويل. فبالتالي معناه هنا الناس بيستفيدوا من حاجه اسمها التستي بلوتس او اليو ماب بلوتس، اللي هي بيستخدموها عشان تعمل شنو عشان يعني هو اللي بيعمل كلاسترنج. هو بعد ذلك بيستخدم كل الماركرز اللي انت عندك في الستيننج ميكس، وبناء عليها بيدي بروفايل بتاع سيلز وبيعمل لك شنو، بيعمل لك كلاسترنج للخلايا في الشكل ده. اذا عندك اضافه يا دكتور نواصل. لا واصل، فبس داير اقول انه الكلاسترنج ده حنشوفه بعدين، نفس الفكره مستخدمه في الار ان اي سيك اناليسيس والحاجات دي. فعلا بالذات في سنجل سيل ار ان اي سيك. طيب ممكن هنا دكتور اشرف بعدين تكلمنا عن واحده من الادفانتجز بتاعت الفلو سايتومتري او الفيردر ابلكيشنز اللي هي السورتنج، لانك انت تبيوريفاي السيلز. طيب بالنسبه للسورتنج دي حاجه مهمه جدا برضو، واحده من الابلكيشن المستخدمه عن طريق، طبعا السورتنج ممكن يكون بطرق متعدده. في طرق يعني ادفانس، يعني انت ممكن تستخدم مثلا فيها زي الفلو نفسه الفلو سايتومتر لايك فاكس. هو طبعا الفكره هي نفسها، بس هنا عنده فيو سورتنج باكج بيجي مع الجهاز. ممكن تستخدم نفس الفلو سايتومتر لكن شنو؟ بيجي معه سورتنج باكج لازم يكون اتاش ويز مع المشين يعني. فبيعتمد برضو على انه السورتنج انت محتاج له في الليمنولوجي مهم جدا، لان انت مرات تحتاج تدرس خلايا معينه او عندها تعمل لها ايزوليشن، انك سواء تدرسها ان فيترو سواء تدرس فيها سواء كان تدرس فيها مثلا الجينوميك بتاعها تعمل منها ار ان اي سيك او غيره، او سواء كان انك محتاج ليها تو جيف ات لايك تسموها از تريتمنت، يعني يمكن انت تستخدمها مثلا يسموها الادوبتيف ترانسفير، يعني انت ممكن تشيل الخلايا دي من 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 تشو معينه وتعمل لها ادوبتيف ترانسفير. مثلا زي لو جينا مثلا لو اخذنا التي كارد اللي هي مشهوره في الاميونوثيرابي، الكار تي سيل هي خلايا تي سيل بيحصل لها ايزوليشن عن طريق الفلو سايتوميتر، يعني انت محتاج لبيور تي سيل سبيسيفيكلي للتي هيلبر دي، بعدين انت بتقوم تعمل لها انجينيرنج في اللاب بحيث انها هي تكون تو فايل، يعني تكون اكتيفيتد اجينست تيومر معين، بعدها بتشيله وبترجعها للبيشن نفسه اللي شلت منه الخلايا دي، لانه عشان ما يحصل ريجكشن هي نفس خلاياه، فانت بتشيل الخلايا منه تعمل ايزوليشن للتي سيل وبتعمل لها انجينير وبترجع عليه. الخلايا اللي بترجع عليه هي بتكون افيشنت مور ذان الخلايا اللي شلتها منه، بقت افيشنت انها تكون تو فايت الكانسر مثلا او التيومر. فدي الفكره، انه الابلكيشن بتاع الصورتي مهم جدا جدا للتريتمنت، الحاجه اللي دي انك تدرس الخلايا ان فيترو، انك تدرس
الهجر ال 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 ار ان اي سيك بتاع نفس البوبوليشن مع نفس السب بوبوليشن مثلا ضد بعض، او نفس البوبوليشن داخل شوف الهيتروجينيتي او الاختلافات الداخليه في نفس الخلايا، اذا كان تي سيل نفسها مثلا سي دي 4 تشوف مثلا في الانفكشن زول مصاب انت شلت منه سي دي 4 سي وعملت ار ان اي سيك تشوف الديفرنس بتوين السي دي 4 نفسها داخل الانفكتد بيرسون، هل في بعضهم بيكون مثلا الاكتيفيتد اجينست الديزيز اوريدي هاز ا ميموري وات ايفر، تتعرف انه الخلايا دي الخلايا دي مثلا بيحصل لها تشينج في الـ في الـ في الاكسبريشن لبعض البروتينات اللي هي بتحصل لها بعض السيتوكاين مثلا مهم انه يحصل فايتنج للديزيز، وبعضها بيكون ان ريستنج يعني ما كلهم بيكونوا هم تو فايت، بعضهم بيكون ان ريست يعني ما بيكون هم اكتيفيتد. فالسورتنج اما يكون بالفلو زي ما شايفين هنا على اليدين الشمال ده الفلو ساتيميتر، نورمالي انت بتعمل ستين للخلايا بتاعتك وبتمر بنفس الطريقه وبتعملها هيتنج بالليزر زي ما شايفين، وزي ما شايفين اف سي سي ان اس سي ده بيحدد لك بنفس اللي في تعمل جيتنج بنفس الطريقه اللي الدكتور ياسين قالها وتشوف البوبوليشن انت اللي عايزها بالضبط بتحددها في السورتنج وبتقول انا عايز البوبوليشن دي في الجهاز وفي المشين بس في السكرين بتاعتك، وبيكون عندك تيوبس مثلا بيحصل لك سورتنج بتحدد مثلا الليفت سايد انا عايز الخلايا المعينه مثلا الرايت سايد اني الخلايا المعينه، او مثلا انت تعمل سورتنج في حتى الان في الهاي ثروبوت مثلا بتستخدم في الفلوس بتستخدم بليت، يعني يمكن نعمل سورتنج سنجل سيل في 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 96 فولت بليت او مثلا 348 ويل بليت، فانت ممكن تعمل سورتنج في بليت حتى وكل كل ويل في البليت تديك 1 سنجل سيل وبعد ذاك تستخدم السنجل سيل، هنشوفها بعدين الكلام ده. فده بيهمية السورتنج ده بالنسبة للفلو. وطبعا عشان الفلو اكسبنسيف والسورتنج ما موجود في حتات كثيرة، فكانت الفكرة بتاعت السورتنج اغلب الناس بتستخدم الحتات اللي ما بيكون فيها الامكانيات بتستخدم الترديشنال واي اللي هي الماجنتيك بيتس. الماجنتيك بيتس سيمبل انت يمكن تعمل في البنش، يعني انت الليلة مثلا احنا في السودان ما عندنا فلو عشان نعمل سورتنج بالفلو سيلميتر، لكن ممكن نعمل سورتنج في البنش. السورتنج في البنش ايزي، انك تجيب الخلايا بتاعتك في كيتس معينه انت يمكن تشتريها تعمل لك سورت لكله يعني مثلا داير بي سيل، عايز تي سيل، عايز دي سي دندريتك سيل، عايز ماكروفاج، اي خلايا من الخلايا دي هي اوريدي موجود لها كيتس معين بتاع سورتنج بالماجنتيك بيتس، اللي هي الماجنتيك بيتس الكيتس ما فيه حاجه كتير، يعني في ممكن يعني 2 to 3 tubes داخله كله vials أو tubes، فيها واحدة فيها الميكشر بتاع مثلا magnetic beads only بيكون conjugated مع streptavidin مثلا أو حاجة زي دي، وعندك antibodies بيكون هي cocktail antibodies بتكون فيها biotin connected by biotin. الفكرة بتاع ال cocktail antibodies مثلا أنا لو عايز ال B cell say ال B cell أنا عايز إنه مثلا عندها ماركر معروف انه سي دي 19 سيل، فبجيب كوكتيل بتاع انتي بوديز بيحتوي كل الماركرز اللي ممكن يعمل لي ديبليشن او بيعمل لي بايند لما يسمى بال مثلا الماركر بتاع تي سيل، الماركر بتاع الماكروفاج، الماركر بتاع ال بتاع الدندريتك سيل او غيره، ده كلهم بيكونوا ميكشر انتي بوديز ماركر فيهم كونجيجيت كلهم بالبايوتين بيجي از ا ميكشر اكسبت ما في CD19 antibody again CD19 okay. فالميكشر ده انت بتضيفه للخلايا بتاعتك بيحصل binding لكل انواع الخلايا الثانية ما عدا ال CD19 cell اللي هي B cell، بتقوم بتضيف بعد incubation ده بتضيف ما يسمى بالstreptavidin conjugated magnetic beads اللي هي الماجنتيك بيتس اللي هي البيتس معينة فيها هي عبارة عن magnetic beads هي الليبل بالstreptavidin، مستر ستريبتافيدين هو بيعمل بايندينج للبايوتين يعني زي الكي المفتاح والجهل والمفتاح بيربط مع البايوتين، اول ما يشوف البايوتين بيربط معه اللي هو في الانتي بودي الرابط للخلايا اللي انت ما عايزها، وزي ما شايفين في التيوب الاولى دي 40 مينتس عملت انكيبيشن اي حاجه بتيجي تخدها بتجيب بيت زي ما شايفين دي حدوة الحصان كده بتخدها، هي طبعا هي الموجوده ما فكره حدوة الحصان نفسها لكن هي موجوده في راك، يمكن تشتري الماجنتيك فيلد في شكل راك تحط التيوب فيه وخلاص الموضوع ينتهي. فبيحصل شنو؟ انه بتجذب كل الخلايا اللي فيها البيتس الماجنتيك بيتس اللي هي بايندينج للخلايا اللي انت انديزيرب وانت ما عايزها.
في ال بيكون لك في ال في السوليوشن دي الخلايا انت مثلا سيل بيسموها النيجاتيف سيلكشن، دي الخلايا انت اللي عايزها البي سيل سيل، ما عليك الا تدخل البايبيت تعمل تشيل السوليوشن ده اللي هو الفري وتخلي الماجنتيك موجود البيتس الماجنتكس يعني موجود مع التيوب على اساس انه يكون رابط لك كل الخلايا الانديزيربل اللي انت ما عايزها، بتشيل بتشيل في تيوب تاني كل السوليوشن عشان تعمل مور افشنسي، تزيد الافشنسي بتاعت السورتنج. يمكن تاني تضيف بايتنيت انتي بوديز اللي هي يكون الميكشر بتاعك بالضبط الاستريبتوفيدين كونجيجيتد مع الماجنتيك بيتس لنفس السوليوشن اللي شيلته فري وتضيفه له وتعمل انكيبيشن تاني تزيد البيوريتي بتاعتك. مثلا لو كان البيوريتي هنا جاتك 80% ممكن انت ميك ات تو 90% اور مور بانك تريبيت ال الانكيبيشن تاني مع الـ مع الـ مع البايوتينيتد انتي بودي ميكشر جديد تضيف له تاني وتاخده تاني في الماجنتيك بيت، فهنا انت البيوريتي بيزيد 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 كل مره. ده السيمبل انت يمكن تعمله في البنش، الليل انا ما عندي فلو سايتوميتر عشان اعمل بالفلو سايتوميتر وغيره. طبعا الماجنتيك بيس اتطورت بعد ده بيتعمل ما يسمى الاوتو ماكس. الاوتو ماكس زي الماشينه اللي شايفينها تحت دي انت ما بتعمل فيها حاجه، هي بتجي معاك الكيس بتاع ده نفس الفكره نفس الكيس، بتقوم بتضيف الاشياء دي بتاخدها التيوب في الماشين ده وفيها بروجرامين بتظبط البروجرام على اللي انت عايزه، يعني بتوري الفوليوم بتاع الفوليوم بتاعك. هنا مثلا عندي مثلا 1 ميل في الخلايا بتاع دي، فالجهاز ده بتشغله بتمشي فبيعمل صق لكل الخلايا في ال 1 ميل وبيعمل الحاجه دي. هو عنده كولوم داخله، الكولوم ده هو بيعمل لك بيوريفيكيشن اللي هو بيربط لك كل الخلايا انت اللي ما عايزه وبيمرر لك بس الخلايا اللي هي ما عندها. الجهاز ده فيه 3 كولوم اوكي، فيه كولومين ام بي يعني بيستخدم كولوم واحد فيهم بيعمل لك سيبريشن، وبتيجي تلقى الخلايا بعد ربع ساعه ل 20 مينت انه الخلايا بتاعتك اوريدي جاهزه ومفصوله. يعني هنا عندك الخلايا اللي انت فصلتها، وحتى بيديك الخلايا اللي انت ما عايزها برضه لو انت محتاج ليها بيديك لها في تيوب تاني، فانت ممكن تاني تستخدم الخلايا دي لاشياء تاني زي انت عايزها مثلا. فدي فكره السورتنج، يعني سيمبلي انك انت تستخدم اي واحد من الثلاثه الطرق دي، تستخدم الفلو سايتوميتر او تستخدم مثلا، وكله طبعا لو شايفين هو كله بيز عن الفلورسن يعني في النهايه، حتى البايتونيتد مع الاستريبتوفيدين هي فلورسن في النهايه ما عدا البيتس. هنا الاستخدام البيتس هو اللي بيخليك تبعد شويه من الفلورسن هنا، بس تقدر تحدد نوع الخلايا ده تبعيدها امتى، لانه لو ما في ستريب تافيدين ما حتقدر اوصل انك تحدد، لانه هي موجوده في حتربط لك في البايتونيت انتي بودي بتاعك في الخلايا اللي انت ما عايزها. ففي فلورسن داخل في الكل، لكن اكتر فلورسن بتحتاج له في الفلو سايتوميتر اكتر، لانك انت بتكون عندك كميه البوبيوليشن. هنا انت كل البوبيوليشن اللي ما عايزهم بتحطهم بكونجيكت انتي بودي هو ليبل بحاجه واحده اللي هو البايوتين بس، لكن في الفلو سايتوميتر يمكن يكون عندهم ديفرنت كلر زي ما قال دكتور ياسين جبيل، عن طريق الجيتنج انت يمكن تمشي سيكونشال لحد ما تصل للبوبيوليشن اللي عايزه انت عن طريق الجيتنج، وتقول عايز البوبيوليشن دي وبتعمل الرن للماشين وبتديك الخلايا في تيوبس او سواء كان في بليت. لو عندك اضافه دكتور ياسين بتضيف رايت right. بس الحاجه الوحيده اللي كنت داير اقولها طبعا انه الميزه بتاعت الفلو سايتومتري اوفر الماجنتيك سورتنج انه دائما الفلو سايتومتري يعني فيرساتايل زي ما قال الدكتور، يعني بامكانك انت تعمل سورتنج يعني لانه انت عندك خيارات كثيره يعني، وبالتالي يو كان سورت وات ايفر سيل تايب حسب ما انت عارف الماركرز بتاعتها، لانه دائما بيكون في انتي بوديز هي نفس الانتي بوديز اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل اناليسيس بالفلو سايتومتر بالانلايزر، يعني ممكن نعمل بها سورتنج للخلايا. لكن الكلام ده دايما ما بيكون افيلبل في الماجنتيك سورتنج، لانه دايما في الماجنتيك سورتنج انت عندك واحده من اثنين، يا اما تعمل بوزيتيف سيلكشن يا اما تعمل نيجاتيف سيلكشن، تستخدم كمون ماركر. فعشان كده دايما بتكون دايما الماجنتيك سورتنج وذر انه هو مانوال ولا اوتوماتيد، دايما بتلقى انك انت بتعمل حاجه من الحاجات الكمون، يعني يا اما تعمل بيوريفيكيشن للسي دي 4، تعمل بيوريفيكيشن للسي دي 8، تعمل بيوريفيكيشن للبي سيلز للدي سيز، بيكون في كيتس اوريدي يعني tailored للحاجه دي. لكن ما بتقدر مثلا تعمل purification للنيت لينفويد سيلز ولا certain subpopulations من macrophages ولا ما بعرف subpopulations من حاجات معينه،
طبعا دي يعني صعبه جدا. ديس ادفانتج بتاعت الطريقه دي. صح، لكن زي ما قال الدكتور انه طبعا هي فيري فيري، هي طبعا ما فيري فيري تشيب خلينا نقول يعني، لانه برضو البيت ذاتها ما رخيصه. لكن if you compare مثلا الجهاز بتاع الفلوسايتوميتر السورتر على الاقل بيكون بنص مليون يورو ولا حاجه زي دي. فاكيد ويلترين برضه يعني فلوسايتوميتر هي ما بتحتاج ويلترين صح صح، لانه هنا اليوزر الاند يوزر ممكن نعمل هو طبعا ماجنتيك ماجنتيك سورتنج وذر انه مانوال ولا حتى اوتوماتيك. لكن هنا دائما بيكون في الزول اللي بيكون قاعد في الكور فاسيلتي في بتاعه الفلو سايتومتري، هو ده الزول اللي بيكون مسؤول من الرننج بتاع الفلو سايتومتر، لانه مشاكله كثيره وكلفه كثيره يعني خلينا نقول. طيب نحن تعالى نواصل ونواصل لحاجه مهمه جدا اللي هي الكومبينيشن بتاع الفلو سايتومتري مع شنو، مع الايميجنج. دي حاجه برضو very powerful جدا. ممكن يا دكتور تدينا خلفيه عنها شويه؟ طبعا الايمج ستريم هي زي ما قال دكتور ياسين هي كومبينيشن زي ما بيقولوا ساحر، يعني انك انت بين الفلو سايتوميتر عن طريق برضو عن الايمجنج، يعني تستخدم نفس الفكره بتاعت الفلو سايتوميتر او الكونسبت انك تو ايمج السيل، ومش تو ايمج السيل بس انه هو بس يعني بس تشوف السيل من برا وخلاص، بتشوف السيل حتى يمكن تشوف المولكيولز فيجواليزيشن للمولكيولز داخل الخلايا. فلو جينا الايمج ستريم هي بنشتغل بنفس الكونسبت انك انت ترن السامبل وهيتد باي ليزر والفلورسن مطلوب على اساس انه يحدد لك. فانت عن طريقه زي ما شايفين في فينا بيحدد لك، بيحدد لك السيل سيجنالينج، يعني زي ما شايفين السيل سيجنالينج حسب الماركر بتاعك، يعني يمكن تاخذ ماركر يوريك انه حصل اكتيفيشن للخلايا ولا لا، يمكن بالفلو تحدد برضه يمكن تحدده وتشوفه فيجوالايز. لو عندك بروتين معين مثلا ده تشوف انه بيكون وين في السيتوبلازم ولا في النواه ولا غيره، بيحدد لك البروتين ده الوجود وين بالضبط اللي هو اللوكاليزيشن بتاعه. ومش هو براوي، انت يمكن تعمل تو كلر اللي تو بروتين مثلا ستين وتحدد. طبعا الستيننج بتاع البروتينز والانترسيلولر ده ستيننج بيختلف من الستيننج بتاع السيرفس سيل، يعني ده عنده ميثود معينه في الستيننج. والنورمال سيل المورفولوجي والتندرس الخلايا من الماركر الموجوده في السيل وول ده بيختلف، عنده طريقه وسهله اسهل من الطريقه بتاعت انك لما تيجي تعمل انترسيلولر ستيننج شويه، يعني في كان يعني في انك تعمل فيكسيشن للخلايا في يعني في ميثود معينه تستخدمها في الستيننج عشان تقدر تعمل ستين. فعن طريق يمكن تحدد حتى يمكن الخليه دي مثلا انا اشوفها بالفلو سايتوميتر او بالايمج ستريم بتنتج لي سي السيتوكاينز الفلاني عن طريق ستين. السيتوكاينز هو في السيتوبلازم داخل الخليه. فمثلا ده قلت لك بحدد الكول لوكاليزيشن انه مثلا عندي تو بروتين مثلا انا داير اشوفهم، يمكن اعمل يعني سي انه اعمل باي فيكتورز، يمكن اجيب الخلايا دي واديها البروتين ده باي فيكتور مثلا اكسبريس تو بروتين معين، وانا عندي اوريدي بروتين معين موجود في الخليه اشوفه انه الاثنين دول البروتينين دول بيتلاقوا وين؟ بتنتراكت في حته معينه في الخليه، هل هم بيرتبطوا مع بعض؟ يمكن يرتبطوا مع بعض في السيتوبلازم عشان يدوا فانكشن معينه، او ممكن هم يرتبطوا مثلا في النواه عشان يدوا فانكشن معينه، ويمكن احدد اللوكاليزيشن بتاع البروتين بتاعي في الخليه، يعني موجود في النواه في السيتوبلازم، حتى لو تو بروتين يمكن احددهم موجودين وين؟ هل هم بينتراكت توجذر ولا لا؟ بل يعني برضه السيل انتراكشن يعني كونتاكت بورينا عن طريق ممكن نحدد انه خليتين مع بعض حصل لهم انتراكشن ولا لا. المورفولوجي برضه بتاع الخليه بيعني الدندريتك سيل من الخلايا الثانيه من المورفولوجي بتاع. برضه الانترلايزيشن ده مهم للناس بالذات احنا هنا مثلا مرات بندرس انه بنعمل بولزنج. البولزنج اللي هو انك انت تجيب فاكسين بتاع اتش اي في سي ولا بتاع انفلونزا بتعمل له ليبل بفلورسن. احنا بنعمل له بيوريفيكيشن هنا وبنعمل له ليبل هنا بالفلورسن، وبنجيب الدندريتك سيل في المعمل وبنديها في البلاي، بنضيف لها الفاكسين بتاعنا سب يونت. بعد ساعه ساعتين بعد ما التايم بنقوم نعمل الايمج ستريم وبنحدد البروتين ده ابتيك بالدندريتك سيل الابتيك بتاعه وبيكون وين بعد ساعه وبعد ساعتين، والنسبه بتختلف الانترنايزيشن. مثلا
لو اديته الفاكسين ممكن سي بعد 3 ساعات انا ممكن اشوف بعد ساعه اشوف البروتين كله خش السيتوبلازم. اوكي بعد 3 ساعات بالضبط بلقى 60% من البروتين حصل له بريزنتد في الـ في الـ في الـ في السيل وول، و40% ستيل قاعد في داخل السيتوبلازم. فانت الفاكسين اللي بتدي له بيخش كله بعد ساعه، وبعد 3 ساعات بتلقى 60% منه مشى وين، حصل له بريزنتيشن في السيل وول، فبيشوفوا دي البيج الرينج الخاتم بالاضافه لكده موجود ستيل جزء منه موجود داخل. فممكن تحدد حتى بالنسبه الانترنايزيشن بتاع البروتين بتاعك. فده بالشغل بتاع الفاكسينيشن مرات لما تعمل بولزنج بتاع لو انت جي ممكن تعمل الحاجه دي وتشوف الحاجه دي بالايمج ستريم تحدد الافشنسي بتاعت الخليه بريزنتنج انتيجين بريزنتنج سيل كيف يعني لما تديها انت الفاكسين بتاعك. فبالتالي ممكن تعمل تاخذ ايديا انه هل ممكن تشيل لو انت الخلايا دي ممكن تشيل الخلايا دي. مثلا انا كان بعمل حاجه زي دي وبشيل الخلايا دي بعد اعمل لها بولزنج بشيلها زي ما هي وبعمل لها انجكشن ادوبتيف ترانسفير لمايس، وبعد ذاك بعمل ميجر للانتيبودي بعد 14 دايز 21 دايز واشوف هل الدي سي نفسها قدرت تعمل لي اكتيفيشن لسبيسيفيك انتيبودي اجينست الانتيجين ده ولا لا. اوكي دي يعني كمثال. ف الدي ان اي دامج برضه والدي ان اي ريبير يعني انت يمكن تحدد في بروتينات كثيره طبعا احنا عارفين وانزيمات بوليمريز بيشتغل في الدي ان اي دامج. طبعا الدي ان اي دامج ده بيحصل طبيعي احنا عندنا في كل ثانيه بيحصل اتاك ودمج في الدي ان اي بتاعنا، لكن عشان احنا عندنا هاي افيشنت دي ان اي ريبير سيستم في خلايانا فبيحصل ريبير اوتوماتيكلي. فانت ممكن تتابع الدي ان اي دامج والدي ان اي ريبير برضه بالامج ستريم وتحدد الدمج اللي بيحصل، حدد حتى البروتينات المعينه اللي بتشتغل في الدي ان اي دامج. السيل سايكل الميتوزيس برضه تحددها برضه عن طريق انك تشوف ال المادة الوراثية بتنفصل حتى انت بتشوفها داخل الخلية عن طريق الايمج ستريم، الاوتوفاجي تارجت امينوثيرابي الخلايا المحددة بتعملها طالما مثلا بتحددها برضو، الستيم سيل ديفرنشيشن برضو بتحددها. فدي كأمثلة. مثلا هنا لو عندنا المثال بتاع الخلايا اللي عندنا البرايت فيلد زي ما شايفينها، زي البرايت فيلد الخلية زي ما هي بدون الفلورسن بوريك البرايت فيلد. بعد ذاك في الاس اس سي في الدابي ده بيعمل لك ستين للنيوكليوس، الامينو اسيد بيحصل لها ستين بالدابي فبيديك اللون ده. في مثلا الفيتسي زي ما شايفين بالجرين هي ال ان اف كابا بي، يعني انت بتعمل ستين بالفيتسي ال ان اف كابا بي فبيحدد لك هي موجوده وين في السيتوبلازم في النواه في الخليه. يعني بعد ذاك تمكن تعمل كذا مارك زي ما شايفين السي دي 14 وهكذا. فدي فكره الايمج ستريم، فهو باورفول تكنيكس زي ما قال دكتور ياسين تعمل كومباينيشن للفلو سيتوميتر مع الايمجينج، وممكن تعمل عن طريقه سنجل سيل ايمج. فانت يمكن تحدد سنجل سيل ايمج والستيت بتاعتها وحاجات كثيره ممكن تستخدم عليها. تمام. بس في حاجه انا كنت عايز اضيفها انه طبعا اخوان الفلو سيتومتري يعني الباور بتاعت الفلو سيتومتري جاي من انه هو سنجل سيل اناليسيس، لكن طبعا مشكلتي انك انت لما تعمل سنجل سيل اناليسيس اول حاجه انت بتعمل ديسربشن للاستراكشر بتاع التيشو، وبالتالي ما بتكون عارف لوكاليزيشن بتاع الخلايا مع بعض، والحاجه دي ما بحلها حتى الايمج ستريم الا بعدين تعمل ايمجينج زي ما هنشوف بعدين. لكن واحده من الحاجات الثانيه اللي هو اللوكاليزيشن بتاع المولكيولز اللي انت بتعمل لها ستيننج ويذين السيل نفسها والمورفولوجي بتاع السيل نفسها، الحاجه دي طبعا الايمج ستريم هنا بيعدد لنا الفلو سيتومتري زي ما قال دكتور اشرف، وبالتالي ده بيدينا الفائده الكبيره بتاعت الايمج ستريم يعني اللي هو انه هو سنجل سيل اناليسيس، لكن في نفس الوقت انت تقدر تعمل فيجواليزيشن، لانه بالفلو سيتومتري العادي انت ممكن تعمل يعني زي ما بيقولوا شنو مثلا الانتنسيتي بتاعت الستيننج ممكن تعمل لها انفرنس من الانتنسيتي بتاعت الفلوريسنس، لكن اللوكاليزيشن بتاع الفلوريسنس وين دي حاجه صعبه ما ممكن تنعرف بالفلو سيتومتري العادي الا تعمل زي ما قال الدكتور بالايمج ستريم. طيب نحن ممكن نواصل بعد ذاك ونمشي بعد ذاك على البلوتينج او الاميونو بلوتينج، ده واحده من الميثودز اللي هي يعني وايدلي ابليكابل ومستخدمه جدا في يعني لحد الان مستخدمه يعني ومن الميثودز المهمه جدا يعني. ممكن يا دكتور تتكلم عنها شويه؟ طيب الاميونو بلوت او الاسترو بلوت هي طبعا زي ما قلت انا قبل في البدايه انها محوره
هي الفكره بتاعتها انه كانت بتستخدم في البدايه انك تسبريت البروتين، بس بتعرف المولكيولر سايز بتاع كل بروتين عن طريق السبريشن اللي هو عن طريق الشحنات بتاعت البروتين بتاعنا. احنا عارفين انه البروتينات كلها هي سالبه الشحنه، فبالتالي تمشي على الاتجاه الموجب مجرد ما انت خطيته في الالكتروفوريسيس زي ما شايفين اللود عن سبريت البروتين في الاس تي اس بيج. فبتعمل سبريشن للبروتين بتاعك. والفكره طيب انا بس هاخد اكزام سمبل، يعني مثلا احنا جبنا مثلا البلازموديوم وعملنا اكستراكشن جيس ان جنرال للبلازموديوم للبروتين بتاعه وعملنا له رن، عارفين البلازموديوم يسبب الملاريا، فبنعمل له رن في الالكتروفوريسيس. بعد نعمل سبريشن ممكن اعمل ترانسفير للبروتين ده في ميمبرين اللي هو الناتروسيلوز ميمبرين، ونفس الفكره الترانسفير بيعتمد على التشارج برضو. فانت زي ما شايفين هنا الجل بيتخطى بطريقه معينه، بيتخطى الممبرين بطريقه معينه، فبحيث ان الممبرين يكون على الاتجاه الموجب والجل يكون تحت، لانه عارفين احنا بروتيننا في النهايه موجب. فمجرد ما حصل تشغيل الالكتريك فبيحصل ترانسفير من الجل، البروتين بيحصل له سيبريشن، بيمشي على وين؟ على الممبرين، وبيجينا في شكل بالشكل الطريقه دي اللي بنسميها زي ما شايفين. احنا بقول لك بتجيب كونتينر، بعد ذاك بيشيل الممبرين اوريدي، خلاص الجل حصل ترانسفير من البروتين من الجل، فما احتاج للجل ثاني. ممكن عشان تتاكد من الافشنسي بتاع الترانسفير تعمل ستيننج للجل. في ناس بيعملوا ستين بعد، وفي ناس كمان بيعملوا ستين قبل الترانسفير بالكوماسي بريليانت بلو اللي هي البرلانو، بيتعمل لك ستين لكل البروتينات. فاول ما شلت الممبرين بتعمل له بلوكينج عشان انت تكفي كل الحتات اللي هي بتعمل لك نويز او بتعمل لك باك جراوند، ما عدا الحته اللي بيكون فيها البروتين بتاعك اللي فيها الباند على البروتين بتاعك، هي بتكون ما بيحصل لها بلوك، بتكون اكسبوز للنكست ستيب اللي هي اضافه الانتي بوديز. فانا ممكن هنا مثلا بدل اضيف انتي بوديز ممكن اجيب سيرم من واحد عنده ملاريا بس فور اكزامبل، يعني شيل بلوك افصل السيرم واقوم اضيفه للجل للبروتين للممبرين بتاعي بعد البلوكينج هنا. فاول ما اضيفته عنده انتي بوديز اجينست البلازموديوم، فانا يمكن اشوف بروتينات معينه في البلازموديوم هي انتراك او هي اميونوجينيك انها تعمل لي انديوس لاميو ريسبونس مثلا اجينست، لانه ما كل مثلا يمكن ما كل البروتينات هي تديك مثلا من البلازمودي تديك مثلا اميو ريسبونس، يمكن بعضها هاي اميونوجينيك تديك انتي بوديز. فانا ممكن اعمل حاجه دي واقوم اضيف السيرم من البيشن واشوف البايندينج، يعني اذا في انتي بوديز اجينست اي واحد من الـ من الـ من الـ من البروتينات الموجوده بتاعت البلازموديوم it will bind لل specific بروتين في الممبرين. بعدها بعمل واش بحيث انه ازيل كل الانتي بوديز الان بايند واخلي بس البايند انتي بودي لل specific باند. بعد ذاك بضيف انتي بوديز conjugated by enzyme، هي نفس الفكره حقت الايزا حنشوفها بعدين، انه انزيم الانزيم ده يمكن مثلا HERB labeled secondary antibody بقوم بضيفه. فهو اذا لقى انتي بودي، لانه ده انتي انتي بودي، اذا لقى انتي بودي موجود رابط فهو بيربط فيه. وبعدها بعمل واش بحيث انه الما موجود الاكسترا مثلا ما ارتبط حيقوم يحصل له ريموفل. بعدها بجي بعمل حاجه اسمها incubation، في حاجه اسمها الكيموليسن دي اللي هي ماشين يحدد لي السيجنالينج للانتي بوديز بايند اللي هي بتاعت ال HRB. زي ما شايفين في النهايه هنا بنشوف باند، فممكن مثلا احدد الباند واقول مثلا عندي ماركر رودي موجود، احدد اقول مثلا والله عندي الباند الفلاني السايز بتاعي كده من البلازموديوم عنده انتي بوديز في السيروم بتاع البيشن، معناتها دي ممكن تكون جود كانديديت يمكن استخدمها از اميونوجين اف اي ونت يوز ات از فاكسين فور اكزامبل. ده كمثال، لكن انت ممكن تستخدم الحاجه دي حتى لحاجات ثانيه اكثر، يعني ممكن تفصل بروتين معين وتعمل بس تشيك لارتباطه مع انتي بوديز، اذا عندك بروتين سبيسيفيكلي بيوريفايد ممكن تعمل له تشيك. لكن انا بتكلم ان جنرال، يعني حاجه ممكن تستخدم حتى للسكريننج للاميونوجينيك
في اي باراسايت او في اي مايكرو اورجانيزم تشوف الايميونوجينيك بروتين الممكن هو انديوس ايميونيتي للديزيز دي، ممكن تشيل صيره من البيشن اوريدي انفكتد بيبل وتعمل كرود اكستراكت للبروتين من الباراسايت او غيره، وبعد ذلك تعمل ديتكشن للنوع وتحدد السايز. انت بعد لو عايز تمشي اكسترا بعدين يمكن تمشي تستخدم اشياء ثانيه انك تحدد حتى نوع السيكونس بتاع البروتين ده شنو، يعني بتاع الباراسايت. يعني انت يمكن تستخدم بعد ذاك الام اس عشان تقدر تحدد السيكونس بتاع البان بتاع البروتين دي هي شنو، وبعد ذاك انت ممكن تصنعه از سينثيتك بيبتايد سينثيتك فاكسين وديفر تستخدمه، يعني هذا تصنيع يعني مصنع. فهذه الفكره الويسترن بلوت، هي الفكره انه في النهايه وعند لا هي انتي بودي انتي جين انتراكشن. يعني عندك برايمري انتي بودي موجود في السامبل بتاعتك، بتضيف السكندري انتي بودي اللي هو كونجيجيتد بانزيم معين عشان يعمل لك ديتكشن للانتيجين بتاعك. نايس. اضافه بس بسيطه انه دائما يعني بس انا داير عشان تو هايلايت الديفرنس بين الديفرنت ميثودز. يعني الويسترن بلوت ميزته انك بيعمل لك ديتكشن او ممكن تعمل بيو فيجواليزيشن لحاجه موجوده في ميكستشر، يعني بروتين موجود في ميكستشر، لكن يو كان نيفر نو البروتين ده قاعد في خليه من الخلايا. ممكن تعرف انه يعني اللهم الا اذا انت عملت اوريدي سورتنج وانت عندك بيور بوبوليشن او ميكستشر او مثلا ان فيترو وكده ممكن تعرف يعني، لكن كرود طبعا صعب جدا. فعشان كده دي ميزه الفلو سايتومتري انه لانه هو سنجل سيل اناليسيس، فبالتالي ممكن يوريك انه الحاجه الفلانيه دي اكسبريسد في المكان الفلاني في الخليه الفلانيه. ما اعرف اذا رايك شنو يا دكتور في الموضوع ده. ايوه ده من ناحيه دي، انت تحدد لا تحدد النوع، لكن اذا انت تحدد مثلا الفكره برضه انه هو مفيد من ناحيه انه انت يمكن تستخدم السكرين الايميونوجينيك بروتين في المايكرو اورجانيزم. يعني ان جنرال بيستخدم الحاجه دي او هي كونفرميشن. يعني انا الليله مثلا بعدين لما نجي لموضوع المايس فلو عملت نوك اوت لجين معين في مايس انا ممكن استخدم ويسترن برود عشان احدد هل فعلا النوك اوت حصل ولا ما حصل، لانه ما بيكون حصل اكسبريشن للبروتين بتاعك التارجت. يعني هيك كونفرميشنال ميثود ممكن تستخدمها برضه انك تحدد بيها الافيشنسي بتاعت النوك اوت بتاعتك بالنسبه لبروتين معين. يمكن اعمل حتى لو مثلا اكزامبل انا عايز اعمل نوك داون لجين معين في خلايا ان فيترو، ممكن استخدم ميثود كثيره من ضمنها الاس اي ان اي اللي هي السمول ار ان اي انهبيتر. لما اضيفه بيحصل له انهبيشن للار ان اي، بيحصل له ترانسليشن للبروتين. لكن عشان اكد الافشنسي بتاعتي ان انا قدرت اعمل انهبيشن للبروتين ده وعملت له نوك داون بانه ما يحصل له اكسبريشن، فبشيل الخلايا بعد احصل النوك داون بعمل لها تشيك بالويسترن بلود عشان احدد انه فعلا ما في باند في الخلايا حصل فيها نوك داون كومبير تو للكنترول بتاعك ما بيكون عملت فيها نوك داون. فدي واحده من الكونفرميشن الميثود اللي بتستخدمها لانك تعمل ديتكشن الافشنسي بتاعك. رايت تمام. طيب واحده برضو من الاسس اللي بتعتمد على انتيجين انتي بودي رياكشن هي الليزا، يعني والليزا مهمه جدا لانه طبعا في السودان هي وايدلي يوزد، وهي بس يعني هي سمبل انتيجين انتي بودي رياكشن، لكن طبعا هي عباره عن سوليد فيز اميون اسي whereby انك انت عندك either الانتيجين او الانتيبودي بيكون هو يعني حصل له immobilization في solid phase، زي مثلا هنا في الـ في الـ في الـ في البليت في الميكروتيتر بليت. و ال تو يعني الفورمات المعروفه بتاعت اللايزر اللي هي الاندايركت والدايركت اللايزر. الاندايركت اللايزر ده بنستخدمه عشان الديتكشن بتاع الانتيبوديز في البيشنت سيروم فور اكزامبل. فبالتالي معناه الانتيجين انت بتكون عارف الانتيجين عامل بيه كوتنج للويلز، بتضيف بعد ذاك السيرم بتاعك اللي هي انت عايز تشوف فيه السبيسيفيك انتي بوديز ولا فيه ولا ما فيه. بيحصل بعد ذاك يحصل بايندينج، يو هاف تو واش عشان تو ريموف الانباوند اكسس انتي بوديز. بعد ذاك بتضيف ديتكشن انتي بودي او سكندري انتي بودي هنا في الحاله دي لانه بيعمل بايندينج مع الانتي بودي في السامبل. وهنا بيكون conjugated بانزيم لان انت في النهايه الكلام ده كله بيتم في شنو في 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 solution colorless، فبالتالي ما حتقدر تعرف حصل binding ولا ما حصل binding unless انك انت تضيف substrate تكون chlorogenic او ممكن تكون حتى fluorogenic، انه بيحصل لها conversion بالانزيم اللي هو bound في secondary antibody. لكن اذا طبعا secondary antibody ما في لانه ما في primary antibody او الانتيبودي في السامبل،
ما هيحصل ديفلوبمنت للكلر، وبالتالي ما هتقدر تقيس الكلر. و دائما بنقيس الكلر زي ما عارفين بنقيسه بالكالوريمتريك ميثود، لكن في مجموعه كبيره طبعا من الفاريشنز. الساندويتش الايزر بنستخدمها في الغالب عشان نعمل ديتكشن للانتيجنز في السامبل، وهي طبعا بنكون عاملين اموبيلايزيشن للانتي بودي، يعني عاملين اموبيلايزيشن للانتي بودي في السوليد فيز، وبالتالي لما تضيف السامبل بتاعتك، السامبل بتاعتك بيكون فيها الانتيجين اوف انترست، بيعمل بايندينج. بعد ما يعمل بايندينج بعدك بتعمل له ديتكشن بديتكشن انتي بودي، بيعمل بايندينج، لكن في الغالب ما المفروض نعمل بايندينج في نفس الابيتوب اللي هو باوند باي الانتي بودي اللي قاعد في السوليد فيز. بعدك تعمل ديفلوبمنت للكلر عادي. يعني برضو عندنا الفاريشن اللي هي الكومبتيتيف الايزا. انا ما عايز افصل كثير في الموضوع ده، انا ما اعرف اذا دكتور اذا عندك يعني زياده، اذا عايز تفصل as you wish. يعني بس بالنسبه للكومبتيتيف الايزا، انك انت بيكون عندك الفكره، عندك عايز تعرف الكونسنتريشن بتاع مثلا انتيجين العينه بتاعتك وانت ما عارف الكونسنتريشن. الفكره انك انت بيكون عندك انتي بوديز بي يعني اماونت معين، سبيسيفيك اماونت انت عارفه، فبتضيف انتيجين، بس بتضيف انتيجين لك ريفرنس، مش نوت ريفرنس انتيجين اكشلي، انتيجين انت يعني عايز تعمل له ميجرمنت في العينه بتاعتك ما عارفه، فبتضيفه، فبيحصل بايندينج، فبيشيل الميكشر ده بتضيفه ليه كوتيد بليت باي انتيجين اللي هو ميكشر من الانتيجين بتاعك. فبيكون عندك اوريدي، انت لما تجيب الميكشر اوريدي بيكون حاصل كومبيتيشن، يعني في بعض الانتي بوديز بيكون فيلد وانت عارف الامان بتاعها، وبعدها بيكون يعني بايند، وبعدها بيكون ستيل فري. فالفري لما تيجي تضيفه هنا هو الوحيد اللي بيعمل بايندينج في الويلد. اذا كميه الانتيجين بتاعتك كانت كبيره لما تضيفها للانتي بوديز برا، فبيعمل لك بلوك لاغلب الانتي بوديز، فلما تضيفه هنا فبيكون ما في انتي بوديز فري كثير عشان يستفيد لك بالانتيجين، وبيتعمل ووش بنفس الطريقه دي عشان تضيف السكندري انتي بودي بتاع اللي هو مرتبط بالانزيم وموجود في الانزيم عشان تعمل ديتكشن. لما تضيف السبستريت لو كميه الانتيجين كثيره في السامبل بتاعتك بيكون السيجنال قليل ضعيف، لانه انت اوريدي بيكون ما فضل لك انتي بودي كثير تو بايند الموجود في الورم. اما اذا كميه الانتيجين قليله في السامبل بتاعتك فهنا ممكن تكون عندك مور فري انتي بودي، بالتالي حيكون عندك مور سيجنال في النهايه. فالفكره بس تحدد ال كوانتيتي بتاع الانتيجين بتاعك في السامبل بتاعك، هل هي هاي ولا لو عن طريق الكومبيتيتيف الايزا. الايزا واحده من الحاجات برضو اللي اتطورت منها بسموها الال سبوت، بس احنا ما ذاكرينها هنا، لكن موجوده في الانواع دي. الال سبوت هي ديك للسيلولر، انت بتكون داير تمشي انت تشوف تعمل ميجرمنت للسيتوكاينز برودكشن من خلايا معينه، ممكن تجيب الخلايا دي تعمل لها سورتنج، تجيب بليت زي دي وتكون فيه مثلا انتي بوديز اجينست سيتوكاين معين، انتي بوديز اجينست سيتوكاين معين، بيكون هو زي ما شايفين في ساندويتش لايزر نفس الفكره، بيكون عندك في الويل انتي بوديز اجينست سي ايل 6 اور ايل 17 او وات ايفر. انت عايز تشوف الخلايا دي مثلا بعينها هي بتنتج بتفرز مثلا ايل 17 او ايل 6، فبتجيبها وبتخطها في الويل وبتعملها انكيبيشن لفتره، وبعدها بتعمل ووش الخلايا بتطلع، ولو هي في اي سيتوكاينز ريليز من الخلايا بيحصل لها بايندينج مع الانتي بوديز. بعدها بتواصل في الديتكشن عادي، بتضيف السكندري انتي بودي لحد ما تشوف انه هو موجود ولا ما موجود. الفكره دي برضو بالال سبوت برضو بتستخدم للبلازما سيل، لو عندك بلازما سيل هي بتنتج انتي بودي عايز تتاكد انه البلازما سيل بتنتج سبيسيفيك انتي بودي، فممكن تجيب من السبلين مثلا، تجيب السبلينوسايد ان جنرال وتضيفها للويل فيها انتي بوديز، فيها انتيجين معين اللي هو نفس الاندايركت الايزا. فور اكزامبل عندك انتيجين لانتي بوديز معين، اجينست انتي بوديز او لمرض معين، انا مثلا شلت مايس عملت ايمنايزيشن باي انفلونزا، ممكن اجيب السبلين لو فيها واقوم اخد الانفلونزا انتيجين في الويل ده هنا زي الاندايركت لايزا، واشيل السبلينوسايت واقوم اعمل لها ووش للسيل واخدها وين في الويل دي. لو عندي بلازما سيل بتنتج انتي بودي اجينس اوريدي بيكوز ايمينايز مايز شود هاف ات،
لو بتنتج البلازما سيل انتي بوديز اجينس الانتيجين بتاع الانفلونزا المفروض يحصل ريليز الانتي بودي، بعدك بعمل ووش، فالانتي بودي بيكون بايند للانتيجين الموجود في الويل، وعملت ووش للسيل كلها، بعدك بعمل ديتكشن نورمال زي بحدد لي انه فعلا انا عندي بلازما سيل بتنتج انتي بوديز اجين سبيسيفيك انتي. ده بالنسبه للال سبوت. السلايد الثانيه تمام نايس. هاي نمشي للسلايد اللي بعدها اللي هي بتتكلم عن ال اليومينكس اساي. اليومينكس اساي او المالتيبلكس اساي طبعا دي اساي مهمه جدا جدا. بتختصر حاجات كثيره، بتختصر تايم الزمن، وبتديك داتا يعني كبيره في اقل زمن، وما بتقدر تستخدم فيها سامبل كثير، يعني بتحتاج اقل كميه من السامبل عشان تنتج الداتا دي. الفكره بتاعته انه بتستخدم غالبا هي للانتي بوديز او السيتوكاينز ميجرمنت، فنحن هنخلينا نتكلم عن السيتوكاينز مثلا زي المثال اللي قدامنا ده. الفكره بتاعته ان عندك بيولوجيكال سامبل سيرم بتاع سي بيشنت بتاع اي ديزيز، وعندك كنترول مثلا شخص سيل سي، فبتجيب السيرم بتاعه بدل انا اقعد اشوف السيتوكاينز البروديوس باي سنجل اليزا لكل سيتوكاين، لانه اي سيتوكاين عشان تعمل له ميجرمنت المفروض تستخدم سنجل كيت عشان تعمل ميجرمنت. اول حاجه ما في كيت بتاع سيتوكاينز بيكون اقل من $500، يعني اغلب الكيت بتكون هي دائما ابوف ال $500، وبتكون هي يعني وان بليت، يعني يمكن تعمل لك ميجرمنت لاب تو 80 سيتوكاينز، I mean 80 سامبل. سي ده لو انت عملت ميجرمنت 80 سامبل، لو انت عملت ميجرمنت للسامبل ان لايك يعني سيمبلي بان كل عينه في ويل، وده ما مفروض، انت المفروض تعمل دوبليكيت او تريبليكيت لكل سامبل. ذات مينز انت هتعمل اقل من 30 سامبل بالنسبه لكل ال 9 ويل and 6 ويل. ف ماني كوستنج ماني عشان نايبو ما يعمل ميجرمنت سيتوكاين واحد. هاي الثانية بتديك الـ whole picture بتاع الـ cytokines changing في الـ patient. فأنت عشان تقوم تشوف الـ whole picture بتاع الـ cytokines changing، ولأنه دي حاجة مهمة، لأنه cytokines عن طريق يمكن تحدد الـ immunity بتاع الشخص ده ضد الـ disease، أي نوع من الـ immunity عن طريق الـ cytokines يمكن تحدد، تقول الشخص ده مثلاً عنده الـ immunity الفلانية against the disease، أو عنده over مثلاً pro-inflammatory cytokine production لأنه هم كمية. فانت عشان تعمل ميجرمنت لكل واحد براه، فانت محتاج كيت لكل واحد، بالتالي تايم كونسيومينج سامبل كونسيومينج، لانه اي ران محتاج لكل سامبل 50 مايكروليتر ات ليست لكل مثلا سيتوكاينز. دي الاشكاليه. فعشان كده الناس طورت ما يسمى بالمالتيبلكس اسي. الفكره بتاعته هي نفس فكره محور من الفلو سايتوميتر. الفكره هي فيها ليزر وفيها فلورسنت وفيها نوزل وران زي ما شايفين. فالفكره انك انت بس هنا بتجيب بيتس، وميزتها انت عن طريقه دي يمكن تستخدم مثلا اقل سامبل مثلا 50 مايكروليتر، انا ممكن اقرا في 50 مايكروليتر بس اقرا مور ذان 100 سايتوكاينز ان وان ريد. انكيوبيشن اونلي لايك سي 1 اور تو 2 اور ماكسيمم، يعني يمكن تصل لكل النتائج دي انت في ساعتين لكمية من السيتوكاينز تعمل لها ميجرمنت في السامبل الوحدي. فانت لو عندك كذا سامبل ممكن تقدر تطلع داتا خلال يوم واحد لتعمل برودكشن لكميه من تعمل اناليسيس سيتوكاينز تشينج او باترنز تشينج. فالفكره انه كالعادي انه انت هناك بتعتمد على انتي بوديز انتيجين فار عشان تقدر تحدد سيتوكاين. بيكون عندك يعني مثلا في السيتوكاينز كيت اليزا بليت فيو immobilize antibody against cytokine specific cytokines. فكرة الساندويتش هي بتستخدم للإلايزا، الساندويتش إلايزا هي بتستخدم للإلايزا ميجرمنت. بعد ذلك بتضيف في السامبل بتاعتك إذا فيها cytokine بيربط بالانتيبودي الموجود في البليت أو في الويل، بعد ذلك بتجيب secondary antibody بيربط فوق السيتوكاينز عشان يحدد لك conjugated بالإنزيم. هنا الفكرة مختلفة. الفكرة إنك أنت هنا عندك بيتس، البيتس دي عندها different color. يعني يمكن يكون عندي 100 بيتس with a different variant color، واي بيتس عندها نمبر معين. اوكي؟ اي بيتس من البيتس دي بيكون فيها coated بانتي بوديز against specific antibodies
انتي سايتوكاينز. زي فور اكزامبل انا عندي زي ما شايفين هنا مثلا الريد اي ال 4 ده في الويل دي البيت سيلف ريد, وانه عامل لها كوتد كل الريد بيت خدتنا براها وعامل لها كوتد بري كوتد اوريدي بانتي بوديز اجينست السي دي اي ال 4 اوكي. شلنا الاورنج بيتس كلها مع بعض از وعملنا لها كوتد بري كوتد بشنو بانتي بوديز اجينست اي ال 10, وشلنا مثلا البيربل 1 عملنا لها بري كوتد بانتي بودي اجينست اي ال 17 سايتوكاينز, وانترفيرون مثلا جاما للون والاصفر مثلا للانترفيرون الفا. فبيكون عندي ديفرنت بيتس كل بيتس عندها انتي بوديز في الـ في الـ في الـ في السيرفيس بتاعها كوتد اللي هو بيعمل بايندينج لسبيسيفيك سايتوكاينز. الميكشر بتاعت البيتس دي انا ما علي الا اشيلها واخدها في ويل وان ويل, وبضيف السامبل بتاعتي اللي هي 50 مايكروليتر سي, والمايكروليتر 50 مايكروليتر فيها ديفرنت سايتوكاينز ميني سايتوكاينز زي ما شايفين في السامبل. لما نضيفها هنا بيحصل بايندينج لكل السايتوكاينز في السبيسيفيك انتي بودي بتاعها في البيتس specific beats specific color عندها specific color. فبتجي تعمل run للbeats دي بعدين كلها في machine زي ما شايفين دي الفلو هنا الطريقة بتاعتها. الخلايا دي بتمر وبيحصل لها نفس الفكرة, يعني انت الموضوع كله بيعتمد على color بتاع البيت, يعني انت هنا بتقرأ color بتاع البيتس بالإضافة لجنو للفلورسن الموجود فيها لأنه عندك الانتيبوديز كونجيكت الانتيبوديز فيه فلورسن. فبيقرأ حاجتين, بيقرأ لك البيتس كولر عشان يحدد لك نوع السيتوكاينز بتاعت البيتس دي اللي هي ريليتد للسيتوكاينز في نفس اللحظة, هل هي عاملة راديو اكتف يعني هي فيها اشعاع نتيجة لانه هي فعلا بايندينج للسيتوكاينز ولا لا. فبيقرأ لك النيجاتيف والبوزيتيف من كل نوع, فانت ممكن تعرف انا مثلا عندي اي ال 4 زي ما شايفين هنا عندنا في بعد ذاك بيجيك في الجهاز نفسه بيحدد لك في السكرين الريدنج. انت بعد ذلك بتشيل بتعمل امبورت للداتا دي في مثلا اكسل شيت وتجي تحللها, بعد تجي تحللها بعد ذلك انت ممكن تحولها للجرافيك مثلا في البريزم از سوفت وير او غيره. فالفكره انك انت هنا بس زي ما انت كان ماشين بيجري لك حاجتين, بيجري لك الفلورسن في نفس اللحظه بيجري لك البيت كلر, بيوريك البيت كلر. فهنا كده عن طريق الحاجة دي يمكن حاجتين دول هم يحددوا لك نوع البيتس ويحددوا لك نوع السيتوكاينز وشنو البوزيتيف كم من السيتوكاينز بوزيتيف كم الكوانتيتيف. فده بيجي موضوع الميجرمنت, لانه انت هنا هيكون عندك ران بالمناسبه لما يسمى بالكيرف, انت لازم تعمل ستاندرد كيرف. فالستاندرد كيرف ده مع الكيتس انت بيدوك الطريقه تعملها, فكله فانت تعمل ستاندرد كيرف للاي ال 4 براو والاي ال 10 براو, ومن طريق الستاندرد كيرف بتحدد الانون كوانتيتي للسيتوكاين في السامبل بتاعتك. اوكي, فدي الفكره بتاعته انه في ستاندرد كير بيتعمل, ومن ستاندرد كير بتحدد الانون يعني الكوانتيتي بتاعت السيتوكاين اللي موجود في السامبل دي. وعن طريق الحاجه دي يمكن احدد مثلا الاوفر فيو بيكشر بتاعت السيتوكاين تشينجينج في البيشن المعين, ودي بيسهل حاجات كثيره. بيسهل انه انا اول حاجه انا الحاجه دي الاساسيه ومستخدمه نورمال بالنسبه للميجر من السيتوكاينز, لانه زي ما قلت لكم كوست افكتيف, اقل كوستنج اقل تايم كونسيومينج ما تايم كتير, بالاضافه لكده ماني يعني ما بتصرف فيها كتير, يمكن تصرف بيكون في الجهاز. اي نعم الكيس يمكن تكون غاليه, لكن انت شوف كميه 100 سيتوكاينز تو ميجر مثلا حتى لو كانت الكيس غاليه, زي انه الكيس 4 في 5000 دولار السيتوكاينز الواحده زي ما قلت لك تعمل ميجر 500 دولار. فانت لو عايز تعمل 100 دي شيء مكلف جدا لو عملته بالإلايزا, لكن لما تيجي تعمل البداية حتى لو 5000 دولار ستيل يمكن تعمل 100 سايتوكاينز, which is impossible تعملها بالسايتوكاينز cost wise better, يعني ما في اثنين ثلاثة زمن برضو أفضل كتير. فدي واحدة من الأسئلة المهمة, وبالمناسبة الأسئلة دي مهمة جدا حتى في على مستوى الجوب. أنت لو قدمت لأي جوب هنا مثلا في يونايتد ستيت زي للكمباني بيشتغل في الاندستريال بيستخدموا الحياة دي للأسئلة, لأن هم بيعملوا إن فيترو ستادي كتيرة, فدائما هم بيشوفوا الـ changing في السيتوكاينز عن طريق بطريقة المالتيبلكس حسي. فمهم إن تكون عارف الطريقة دي. تمام يا دكتور, جزاك الله خير. بس في حاجة أنا حبيت أضيفها, إنه طبعا برضو you can combine this method مع الـ flow cytometry. يعني مثلا بايوليجند عندهم كيت
او الكيتس يعني، لانه ممكن تكون ديزاينر كيتس لو انت عايز يعني مثلا عايز سيرتن سايتوكاينز تو بي ميجرد، فممكن يجيبوا لك البيدز ويجيبوا لك الانتي بوديز، والكيت نفسها ممكن تستخدمها انت لكن ما بتحتاج لجهاز معين. ممكن في الفلو كده. بعد ما تعمل الاسي وكده تقوم تمشي على الفلو سايتوميتر اللي هو الفلو سايتوميتر وبتقرا الفلوريسنس، وبنفس القضيه لازم تعمل طبعا برضه ستاندرد كيرف معتمد على الفلوريسنس بتاعك، وبناء على الستاندرد كيرف ده انت ممكن شنو ممكن تحدد بعد ذاك الكونسنتريشن بتاع السيرتن سايتوكاين في السولوشن بتاعك. وزي ما قال برضه الدكتور محتاج برضه لفوليوم صغير جدا، وده بالذات مفيد جدا اذا كان السامبل فيري بريشس زي ما في العاده يعني زي اللي قاعد يحصل يعني. طيب نحن نواصل بعد ذلك. ايوه نتكلم بعد ذاك عن الايميجنج. في حاجه مهمه جدا بس نحن ما حنفصل كثير عن الايميجنج لانه برضه الزمن، لكن بس عايز اتكلم يعني الايميجنج مهم جدا لانه لو لاحظتوا نحن كل الميثودز اللي عملنا لها انتروداكشن دي يعني عندها ادفانتجز لكن فيها ديس ادفانتج مهمه جدا، اللي هي انك انت ما بتعرف الاستراكشر بتاع التشو الفي والخلايا بتاعتك. يعني بالفلو سيتومتري مع انه هو فيري باورفول وممكن تعمل يعني ممكن تطلع كميه من الاتريبيوتس حقت الخلايا المعينه، كميه ممكن تعمل لها ستيننج بكميه من الانتي بوديز وبالتالي تعرف عنها كميه من الـ من الـ من الكاركترستكس، لكن ما بتقدر تعرف اللوكاليزيشن بتاع الخليه دي within a certain tissue. والهيستولوجيكال تشينجز اللي بتحصل في التيشو برضه دي الحاجات دي انت ما ممكن تعرفها، لانه هو اسينشال عباره عن سنجل سيل تكنيك، وانت لازم يكون عندك الخلايا لازم تكون في سنجل سيل سولوشن. اذا الخلايا ما في سنجل سيل سولوشن ما حتقدر تعمل فلو سايتومتري لانه الخلايا لازم تمر واحده واحده يعني. ف التكنيكس دي اللي هي الميكروسكوبي ده برضه بيعتمد يعني بصفه اساسيه على انتيجين انتي بودي انتراكشن. يعني انت بتكون عندك انتي بودي ليبل بالذات هنا في الكونفوكال في التو فوتون بفلوريسنت، وبعد ذاك بتستخدم طبعا الفلوريسنت ميكروسكوب عشان تعمل يعني عشان تعمل فيجواليزيشن يعني. طيب بس انا هعمل انتروداكشن بسيط وخلي دكتور اشرف يواصل. هو الكونفوكال مايكروسكوب هو الاميون فلوريسنس يعني زي ما بقول هو نفسه الاميون فلوريسنس، بس هو عباره عن يعني اميون فلوريسنس زي ما بقول شنو ادفانس شويه لانه كلير بيدي بيكتشر كليرر من الاميون فلوريسنس العاديه يعني، لانه اسينشال انت في النهايه بيكون الخلايا بتاعتك بتكون بتعمل اكسبريشن لماركرز معينه، ممكن تكون انتراسيلولر ماركرز ممكن تكون اكستراسيلولر ماركرز، الانتي بودي اللي هو ليبل بالفلوروكروم بيكون بيعمل بايندينج، وبعد ذلك بتعمل يا هو نفس القضيه يعني بتعمل طبعا بالليزر بيعمل اكسايتيشن. في الاميون فلوريسنس العادي كل الفلوريسنت سبستانسز في الخلايا بتاعتك في كل الفوكال بلينز يعني في كل المستويات في التيشو ممكن بعد ما بيطلع منها طبعا ضوء، والاميتد لايت ده كله بيجي عندك وبالتالي بيعمل لك شنو بيخلي الصوره بلوري. يعني شنو يعني شنو بلوري بالعربي؟ يعني ما واضحه يعني خلينا نقول. هاويفر لما يكون عندك في الكونفوكال مايكروسكوب نحن بنقوم نعمل سيلكشن لللايت، واللايت بيجي من سيرتن فوكال بلين يعني بيجي من مكان معين، وبالتالي معناه شنو الكلام ده؟ معناه انت بتقلل الباك جراوند لانه انت بتخلي النور بيجي من مكان معين، وبالتالي النور اللي بيجي من المكان الثاني كله بيحصل له فلترنج بيطلع من الـ من الـ من الصوره، وبالتالي ما بيصل في الديتكتر وبالتالي ما بيجي عندك انت وما حتشوفه، وبالتالي الصوره بتكون اكسترا كلير زي ما هنا في الصوره اللي خدتيها دكتور اشرف هنا عامله كومباريسون في الوايد فيلد وفي النورمال الاميون فلوريسنس شايف الصوره بلوري كيف، لكن في الكونفوكال مايكروسكوب بتكون يعني اكسترا كلير هنا في الحاله. ممكن تواصل انت يا دكتور؟ جدا. فدايما قال دكتور ياسين دايما شايفين في الصور هنا لو قارنا بالوايد للنورمال فلوريسنت مايكروسكوب فبنجد ديفرنت واضح يعني في يعني نقول احنا بنقول الشاربنس في الايمج او الريزولوشن فيري هاي يعني. حتى يمكن لو شفنا هنا مثلا دي سيكشن الامبريو بتاع مايس يعني فيري نايسلي ستيند اند فيري كلير يو كان سي. برضه هنا زي ما قبل قال دكتور ياسين الموضوع المهم في الميكروسكوب انت محتاج له، لانه ما بتقدر تعمل ما بتقدر يعني الديس ادفانتج بتاع الفلوسيتومتر برضه بتحدد لك الستراكشر
بتاع التيشو بتاعك اللي هو صناع الانفكشن او قبل الانفكشن او ان جنرال ستراكشر بيس بتاع التيشو شكله كيف، لانه بنشتغل على السنجل سيل. هنا زي ما شايفين لو عينا مثلا للليمف نود بيكون فوق الميكروسكوبي مثلا قبل الانفكشن زي ما شايفينها فوق هنا كلها عباره عن ايميجينج جرين ما في حاجه. بعد الانفكشن بنشوف لون بيربل ظهر لنا كده، ده اللي هو الجيرمينال سنتر. يعني بعد الانفكشن بيحصل ما يسمى بانه بيحصل ديفلوب ما يسمى بالجيرمينال سنتر، اللي هي دي اللي بيسموها البي سيل فوليكل، بيكون فيها كميه من الانتي بي سيل بيحصل لها اكتيفيشن تنتج انتي بوديز، فدي بيسموه مثلا ذا كلر بيربل، ده مثلا الجي ال 7 ماركر بيكون في البي سيل اكتيفيتد في الجيرمينال سنتر. فانه بعد الانفكشن بيشوف الجيرمينال سنتر، فانت بتشوف الستيت قبل الانفكشن وبعد الانفكشن الليمف نود اللي حصلت التغييرات اللي حصلت فيها شنو وشنو اللي حصل لها ديفلوبمنت جديد فيها، حتى الاستراكشر اف تشينج اور نوت يمكن تشوفه يعني. فدي ميزه الكون فوق الميكروسكوبي، انك انت ممكن تدرس الاشياء دي، ومش كده بس ممكن تستخدمه برضه تشوف الانتيجين ابتيك ان فيفو. يعني انت ممكن تحجن الانتيجين وتعمل له فولو اب في الـ في الـ في الـ في الـ في الليمف نود، تشوف الابتيك بتاعه بالفلو ساتيميتر بالكونفوكال ام اس كروبي. لو مشينا للتو فوتون نمشي على سلايد ثانيه، التو فوتون سلايد، التو فوتون مايكروسكوبي هو يعني ادفانس من الكونفوكال العادي، بانه هو بدي مور هاي ريزوليوشن ايفن لما نقارنه بالكونفوكال العادي. يعني زي ما شايفين الصوره هنا مثلا دي للليمف نود، برضه لما نلاحظ بنشوف انك يعني انك انت ممكن تمشي على مستوى انك تصوف السيلولر، يعني على مستوى السيل ممكن تحدد كمان تشوفه داخل. فممكن زي ما شايفين الصوره هنا مثلا الجرين دي للتي سيل، الريد دي بي سيل ماركر بتاع بي سيل ستيم بالفلورسنت بي سيل. فممكن ايزلي هنا نشوف حتى كل ما نمشي، يعني ممكن نحن نزيد نعمل فوكسنج ان تخش داخل وداخل لكل حته انت تصغر او تخش جواها يمكن تشوف اكثر. فلو شايفين هنا مثلا ده هنا مدينا تكبير للهول بيكشر في البي مثلا، عين البي بعد ذاك من البي ذاتها نحن يمكن شنو نخش جوا ونشوف الخلايا الخضراء دي اللي هي التي سيل والبي سيل على المستوى الانديفيديوال سيل داخله، يعني زي ما شايفينها في الاي والاف اوكي. وممكن نشوف في السي نشوف انتراكشن بين التي سيل والبي سيل الريد والجرين، زي ما شايفين في النص كده في زي ريد اند جرين جميل جنب بعض، تي تو سيل انتراكشن بين بي سيل اند تي سيل. وممكن كمان تشوف مور، يعني انت لو جيت للجي بتشوف حتى ال يعني الكونكتيف تيشو بتاعت الليمف نود حتى ظاهر لينا، يعني لدرجه انه يمكن تشوف ال الفينس او زي ما يقولوا ال بلود فيزلز يمكن تشوفها للدرجه دي. فبري هاي ريزوليوشن. السايد الثاني زي ما شايفين هنا ده عندنا مثلا الوايت اف اللي هو الوايت فيلد، ده النورمال فلور مايكروسكوب. لما نقارنه ان ذا ميدل بالكونفوكال بنشوف الريزوليوشن ريلي هاي كومبير. ده طبعا دي بولينج جرين، يعني الناس اللي ناي نشوف مع البيكشر دي هي بولينج جرين وعاملين ليها ايميجينج عشان تشوف الريزوليوشن ديفرنس بين الثري مايكروسكوب. لو عندنا الوايت فيلد الريزوليوشن يعني تحس بانه في بهت كده الصوره، يعني ما واضحه. لما تمشي للكونفوكال بتلقى انها هي اوضح، بقت توضح اكثر اوكي. فلما تجي للتو فوتون بشوف الريزوليوشن في كل المستويات فيري هاي. فده بوريك التو فوتون يعني هاو كيف انه يكون ادفانس وانه يمكن يديك هاي ريزوليوشن ايميجينج للتيشو بتاعك، وبيستخدموه برضه للان فيفو ايميجينج. حتى الليمف نود ان فيفو انت يمكن تفتح المايس وتحطه تحت الميكروسكوب وتتابع حتى داخل الميكروسكوب تشوف ال changing في اللايف مايس، يعني مايس ما ديت. لو عندك حاجة ياسين ممكن تضيفها. تمام يا دكتور، بس في حاجة وحيدة أقدر أضيفها، إنه البرنسبل بتاعت التو فوتون إنه هو يعني لو لاحظتوا زي ما هنا الفرق الأساسي في الريزولوشن إنه أنت بتقلل الباك جراوند.
بالضبط. ففي الكونفوكال اللي انت بتقلل الباك جراوند زي ما قلنا بانك انت تعمل شنو، بتعمل يعني زي ما بيقولوا بتعمل زي لوح كده، او ما بعرف زي بلين، والبلين بيكون فيه نقطه، النقطه دي بس بتمرر لك شنو، بتمرر لك ضوء من مكان معين، وبالتالي اي حاجه من المناطق الثانيه، اي ضوء طالع من المناطق الثانيه ما حتشوفه. يعني التو فوتون كمان ميزته الاساسيه انك انت بكون عندك شنو، بيكون عندك يعني تو سورسز اوف لايت، الواحد فيه ما بكون سفيشنت انه يعمل اكسايتيشن، وبالتالي الا يتلاقوا الاثنين مع بعض. لما يتلاقوا التو فوتونز دي مع بعض في مكان معين طبعا هيقوم يعملوا اكسايتيشن لللايت، وهتقوم انت تشوف الحاجه اللي انت داير تشوفها. عشان كده بالتالي هو فيري فيري يعني بدي هاي كونتراست لشنو، او بدي ريزولوشن عالي جدا. ليه؟ لانه ما اي حاجه بيحصل لها اكسايتيشن. في حاجات في مناطق معينه بيحصل لها اكسايتيشن ديل الاثنين لما يتلاقوا، والاثنين ديل اللي يتلاقوا بيحدد الاكسبيرمنتر طبعا انه وين التو فوتونز ديل يتلاقوا عشان يعملوا اكسايتيشن لللايت في المكان المعين، وبالتالي معناه شنو، حيكون الباك جراوند حتكون ليميتد شديد، يعني ما زي في حاله الكومبوكر برضه، وما زي في حاله الوايت فيلد. دي الحاجه الوحيده اللي حبيت اضيفها يعني. طيب نقوم نواصل بعد ذاك. واخر حاجه هو طبعا في الايميجنج برضو في حاجه ما ننساها، اللي هو طبعا الميثودز المستخدمه زي في السودان زي الميونوهيستوكيمستري، اللي هي طبعا برضو لحد الان مستخدمه، يعني اللي هي انك انت instead of having fluorescently labeled antibodies، لما اكيد لو عندك fluorescently labeled antibodies معناها هتحتاج ل either يعني fluorescent microscope او confocal microscope، لكن اذا قدرت تشوف بالميكروسكوب العادي فبالتالي الانتيبوديز ممكن تكون ليبلد بانزيم، وتضيف السبستريت بعد ذاك زي مثلا الهورس راديش بيروكسيديز ولا مثلا الكلاين فوسفاتيز ولا اي حاجه من دي، وتضيف بعد ذاك السبستريت اللي هو بتكون كروموجينيك عشان تدي كلر، وبالتالي تشوف الكلر بصفه عاديه يعني بالمجهر العادي يعني. وبرضو يعني بس عشان نكون عملنا completion للديسكشن هنا، برضو ممكن يعني الناس ممكن تعمل شنو، تعمل labeling للانتيبوديز بجولد particles، وبالتالي تستخدم الالكترون مايكروسكوب عشان شنو، عشان تستدي الاكسبريشن بتاع حاجه معينه في الخلايا معينه. لكن طبعا الالكترون مايكروسكوب عنده magnification عالي جدا، فبالتالي انت هتعرف بالضبط within the cell وين حصل staining للحاجه بتاعتك، يعني ال actual localization بتاعها. فما عارف اذا عندك حاجه يا دكتور، ما نفصل كثير. لا لا ما في حاجه كثير اضيفها، بس زي ما قلت ال EM طبعا مهم، وبيستخدم برضو زي ما قلت بيستخدم ال golden particle، وطبعا التحديد بتاع ال different size بيعتمد على السايز بتاع النانو بارتيكل، يعني تحديد المارك. مثلا زي ما هنا زي ما شايفين MC class 2 مثلا label ب 30 نانومتر gold nanoparticle اللي هو البيجر، يعني ال small دي بتحدد لك ال MC class 1. شايفين ال small dot دي هي ال MC class 1 اللي هي ال 15 نانومولر gold nanoparticle. فال size هو يمكن تستخدم different size عشان تحدد بها different يعني target او marker، بس ده كله، لكن ما في حاجة ثانية. فنمشي للسلايد الثانية اللي هي المايس. أنا طبعا هخلي دكتور ياسين يتكلم عن المايس شوية، بعدين هخش في ال تي دي ار والفلوكس مايس. تمام يا دكتور. أيوه بس أنا يعني إحنا حبينا نعمل انتروداكشن للموضوع ده. إحنا طبعا عارفين إنه السودان ما فيه الفاسيلتيز يعني عشان تدو يعني اكسبيرمنت في الـ في الـ في الـ في الانيمالز عموما وفي الامبريد مايس خصوصا، لكن بس حبينا ندي فكره لانه زي ما قلنا في البرايمري ليتريتشر في الايمونولوجيكال ليتريتشر بالذات الكاتنج ايدج بتلقى كميه من الاكسبيرمنتس معموله في المايس. وده ليه؟ لانه طبعا المايس عندها يعني خصائص، طبعا زي ما عارفين في كميه كبيره من الاكسبيرمنتس احنا ممكن نستخدم البيشنت بي بي ام سيز اللي هي السيلز من البريفرال بلاد من البيشنتس، و يو كان دو جريت ديل فروم باستخدام السامبلز دي، لكن in the end you are limited يعني لانه في حاجات كثيره انت ما ممكن تعرف. you can knock out، ممكن تعمل knock out لجين معين مثلا transcription factor surface molecule اي حاجه من الحاجات دي خلاص. ممكن تعمل شويه in vitro assays لكن ما هتقدر تعرف ال in vivo relevance للحاجه اللي انت بتعمل فيها دي. ما بتقدر زي ما بيقولوا ان احنا ما بتقدر تعمل mechanistic studies، يعني ما بتقدر تعمل studies بحيث انك انت تعرف بالضبط
الاكشوال ميكانيزم بيهايند حاجه معينه، ولا عشان تقدر تعرف برضو الايفكت الانفيبو ايفكت بتاع الحاجه اللي انت المانيبيوليشن اللي انت بتعمله، سواء عملت انترودكشن لجين معين، سواء عملت سايلنسنج لجين، نوكين نوك اوت وات ايفر. فالحاجه دي صعبه جدا انك انت تقدر تعرفها unless انك انت يعني يكون عندك experimental model زي الماوس. الماوس ما بيرفكت لانه in the end الماوس ما هيومن. احنا عندنا زي ما بيقولوا 85% homology genetic homology للماوس، فما 100%. ففي كميه من الحاجات different بيننا وبين المايس. however you can model the disease، وعندنا different animal models the different diseases. وبالتالي we can learn a great deal from the animal experimentation، لكن برضو اي حاجه لازم تاخدها بطريقه cautious من الانيمالز. طيب اذا عايز تضيفها دكتور ممكن انا اواصل. لا لا واصل واصل. في حاجه هنا بس اللي هي طبعا واحده من الحاجات عشان اوضح بس الاهميه بتاعت الانيمال اكسبيرمنتيشن. مثلا الخلايا زي الريجوليتوري تي سيلز، يعني تم اللي هي دي من الخلايا المهمه جدا في العمليه بتاعت السبريشن او الدامبنينج بتاع الاميون ريسبونس، لانه نحن في النورمال ريبرتوار بتاع التي سيلز او النورمال اميون ريبرتوار بتاع النورمال بيرسون او الانديفيديوال عندنا دائما اوتو رياكتيف سيلز. و فور لونج تايم كان في ديسكشن عن انه هل في خلايا زي دي ولا ما في خلايا زي دي، وسموها تي سبريسور سيلز، وثاني بعد ذاك ثاني لانه ما قدروا يعملوا لها ايدنتيفيكيشن. فواحده من الاكسبيرمنتس اللي اتعملت اللي هي عملت ريفايفل للفيلد ده اللي هي اللي اتعملت من شينون ساكاغوتشي والكوليجز، في مثلا دي واحده من البيبرز يعني من الامبورتنت بيبرز في المجال ده، انه عملوا ريكونستيتيوشن لنيود مايس اللي هي نيود مايس دي المايس اللي ما عندها ثايمس. فلما تعمل ريكونستيتيوشن بتوتال تي سيلز المايس حتكون هيلثي، لكن واحده من الحاجات اللي عملوها عملوا سورتنج اوت للسيلز اكسبريسنج سي دي 25، عملوا ديبليشن يعني للسي دي 25 تي سيلز، وبالتالي ادوا الماوس اللي هو النيود مايس اللي هي ما عندها تي سيلز، ما عندها ثايمس، بالتالي ما عندها تي سيلز، عملوها ادوبتيف ترانسفير بالبورشن من الخلايا اللي ما فيه سي دي 25 تي سيلز. وطوال الخلايا دي المايس دي حصل لها اوتو ايميونيتي في مالتيبل اورجنز. طبعا في ثاني سيريز من اكسبيرمنتس اتعملت وضحت في النهايه انه السي دي 25 بورشن او السيلز التي سيلز سي دي 4 بوزيتيف تي سيلز اكسبريسنج سي دي 25 كونستيتيوتيفلي ديل هم الخلايا اللي ممكن نقول عليها ريجوليتوري تي سيلز. طبعا ليتر اون الناس وصلوا لانه الريجوليتوري تي سيلز ما بس اكسبريسنج سي دي 25، اكسبريسنج برضه حاجه ترانسكريبشن فاكتور اسمه في البدايه كان اسمه سكيرفين، وفي مايس بيقول عليها السكيرفي مايس. المايس دي عندها يعني بيحصل لها اوتو ايميون، يعني بيحصل لها اوتو ايميون مانيفيستيشنز كثيره جدا، والكلام ده جاي من شنو؟ من ميوتيشن في الجين اللي هو اللي سموه سكيرفين. اتضح انه في النهايه عباره عن ترانسكريبشن فاكتور اسمه فوكس بي 3، والفوكس بي 3 ده مهم جدا لللينج ستابيليتي وللفانكشن بتاع الريجوليتوري تي سيلز. عشان كده واحده من الاكسبيرمنتس اللي اتعملت يعني if you يعني اذا كان عملت انجينيرنج للمايس بحيث انها تلاك الاكسبريشن بتاع فوكس بي 3 فوكس بي 3 نيجاتيف، هتلقى انه السبلين بتاعها، هتلقى انه الليمف نودز بتاعتها انلارج، لانه كميه من الاوتو رياكتيف تي سيلز حصل لها اكتيفيشن، حصل طبعا بروليفريشن، حصل لها طبعا كلونال اكسبانجن، وبالتالي عملت يعني غير انها عملت اوتو اميون ديزيز تكون طبعا برضه يعني واحده من الحاجات تكون واضحه جدا. Unlike طبعا لما تقارنها بالوايلد تايب مايس تكون عندها نورمال سايز بتاع السبلين. هاويفر الفوكس بي 3 نيجاتيف يعني او الفوكس بي 3 نوك اوت مايس if you give them wild type CD25 CD4 positive CD25 positive cells او you give them يعني normal فوكس بي 3 positive cells هيحصل prevention شنو للفينوتايب ده. يعني الفينوتايب هيحصل rescue للفينوتايب instead of انه المايس دي يكون عندها multi organ autoimmune manifestations وانستد انه يكون عندها lymphadenopathy وسبلينوميجالي هيكون عندها normal spleen ونورمال lymph nodes وحتكون خلايا عادية جدا. يعني فأنا هنا بس حاولت يعني باستخدام المالي أوضح الحاجة دي. الحاجة اللي عملوها هنا دي عملوا طبعا adoptive transfer للسيلز. عندنا أنواع كثيرة من المايس، يعني أنا تكلمت عن ممكن نعمل
في عندنا نوك اوت مايس، عندنا انواع كثيره، لكن واحده برضو من المايس المستخدمه المهمه جدا اللي هي بيقول عليها ريبورتر مايس. فمثلا زي الفوكس بي 3، الفوكس بي 3 ده عباره عن ترانسكريبشن فاكتور، يعني قاعد جوه الخلايا، وبالتالي الستيننج بتاعه زي ما قال دكتور اشرف جبيل هو ما صعب طبعا لكن كومبليكيتد شويه، والاهم من كده كله انه الخلايا في النهايه هتموت لان انت هتعمل فيكسيشن، وبالتالي اذا ده بتعمل سورتنج للريجوليتوري تي سيلز ديل وتعمل لها ترانسفير طبعا لها دايره حيه صح، وبالتالي معناها شنو؟ معناها يو كانوت يوز فوكس بي 3 از ا ماركر. فهنا جماعه الساينتست عملوا شنو؟ عملوا انجينيرنج للمايس بحيث ان when these mice express FOXP3 under يعني under the control of FOXP3 promoter they express حاجة في السيرفيس اللي هي الهيومن سي دي 2، والهيومن سي دي 2 ده بس ما قاعد في الماوس عشان كده اسمه هيومن. تاني معناه اي خلايا في المايس ده expressing human CD2 ده معناه هم FOXP3 positive cells، وبالتالي معناه انت ممكن طوال تعمل gating على الهيومن CD2 positive cells اللي هم ده عبارة عن FOXP3 positive cells. اكثر من كده كمان عشان نعرف هل الخلايا دي جات من الثايموس هسي ولا جات من الثايموس يعني قبل فتره، بنستخدم حاجه اسمها الراج جي اف بي مايس، والراج هو ريكومبينيز اكتيفيتنج جين، هو عباره عن ده الجين المسؤول من الري ارينجمنت بتاع التي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور. فالمايس دي مع الراج دي اكسبريسنج الجي اف بي، فلما تمشي في الثايموس هتلقى في جي اف بي بوزيتيف سيلز، ديل الخلايا اللي هم حصل لهم اكسبريشن للتي سيل ريسبتور، وديل معناها الخلايا ماشيه في طور الماتوريشن. Once these cells leave the thymus they express they still have the GFP. عشان كده في السبلين لما تجد عين هتلقى انه الخلايا دي لسه عندها GFP. الخلايا اللي عندها GFP دي الخلايا بيقول عليها recent thymic immigrants، يعني الخلايا دي طلعت من الثايمس وقاعده في البريفري لكن ما طولت في البريفري، يعني قاعده لها يمكن تكون اسبوعين ثلاثه اسابيع. طبعا الخلايا وبما انها هي بتتكاثر وكده فبيحصل شنو؟ لانها ما بتنتج جي اف بي زياده، فالجي اف بي هيحصل له دايلوشن اوت، وبالتالي في النهايه هيبقى ما في، وعشان كده الجي اف بي نيجاتيف سيلز ديل هم ديل بنقول عليهم نايف ماتشور نايف سيلز، يعني ماتشور يعني حصل لهم يعني ماتوريشن. فدي ممكن تعمل تراك للريسنت تايم كيميكرز باستخدام الريبورتر مايس. عندنا كميه من الريبورتر مايس، في منها ريبورتر مايس زي فور سايتوكاينز مثلا زي IL-13 ريبورتر مايس، يعني خلايا اي خليه بتنتج IL-13 يكون عندها مثلا جي اف بي ولا ريد ار اف بي يعني جرين فلوريسنت بروتين ولا ريد فلوريسنت بروتين وهكذا يعني. طيب انا هنا عايز اتكلم بس عن حاجه بسيطه اللي هي عندنا كميه من الانيمال مودلز لديفرنت ديزيزز. واحده من الانيمال مودلز اللي انا اخترتها هنا دي الحاجه اللي شغالين عليها احنا الان حاليا اللي هو الانيمال مودل بتاع التايب 1 دايابيتس او الترانسجينيك ماوس موديل بتاع التايب 1 دايابيتس. فهنا عندنا الماوس ده اكسبريسنج تو ترانسجينز، واحد بيقول عليه الريب ام اوفا اللي هو ده عباره عن موديل انتيجين اللي هو الاوفا لكن اكسبريسد اندر ذا كنترول اوف رات انسولين بروموتر، اللي هو يعني اي خلايا تنتج الانسولين هتنتج الاوفا، ودي معناه الخلايا في البنكرياس وبرضه الخلايا في الثايموس. عشان تو ميميك الاتاك بتاع التي سيلز للخلايا دي عندنا برضو engineered T cells، يعني المايس دي برضو expressing طبعا engineered T cells، T cells expressing DO1110 TCR، يعني الخلايا دي عندها TCR معين، T cell receptor معين specifically recognizing the OVA، وبالتالي الاثنين دي لما نحصل لهم expression مع بعض هيكون في expression للتسو specific self protein as well as autoreactive T cells self reactive T cells عندها T cell receptor specifically recognizing الموديل انتيجين ده. والمايس دي معروف عنها انها بيحصل لها ديفلوبمنت للديابيتس ب 100% penetrance من خمسه اسابيع، من عمر خمسه اسابيع بيحصل يعني انفلتريشن للبون مش للبون للبنكرياس بالسبيسيفيك تي سيلز. بتشوف الكلام ده لو عملت يعني بالكونفوكال مايكروسكوب للبنكرياس، لكن بعد 10 اسابيع 11 اسبوع بيبدا يحصل ديفلوبمنت للديابيتس بعمر 14 15 بيكون كلهم حصل لهم ديابيتس. لكن if you want to see الديابيتس ديفلوبمنت يعني اذا انت داير تتحكم في الزمن فممكن معناها تعمل شنو؟ تعمل انجينيرنج لمايس بتعمل اكسبريشن للراد انسولين بروموتر اوفا او الاوفا اندر ذا كنترول اوف راد انسولين بروموتر لكن ما بكون عندهم تي سيلز. They're rag knockout mice. Rag knockout mice يعني mice ما عندها الراج، وبالتالي
ما حيحصل ري انرينجمنت للتي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور، وبالتالي المايز دي ما عندها لا تي سيلز ولا بي سيلز، ما عندها ادابتيف اميون سيستم. يعني عشان نحن نشوف الديفلوبمنت بتاع الديابيتس في الحاله دي، فنحن هنا بنعمل شنو؟ بنعمل بندي المايز دي سورتد او بيوريفايد دي او 1110 تي سيلز، وبالتالي معناه انت لما بتديها معناه انت عارف الليله اديتها للنايم بعد اسبوعين هيحصل كده، بعد اربع اسابيع هيحصل كده، في زمن معين هيحصل ديفلوبمنت بتاع الديابيتس. هنا بس السيمبل اكسبيرمنت هنا بالادوبتيف ترانسفير عشان نعرف هل الاسيتيل اي 4 والاسيتيل اي 4 مولكيول معروف طبعا من الكوست ستيميوليشن، هو طبعا ما كوست ستيميوليتوري، هو بيعمل طبعا دامبنينج للميور ريسبونس. و واحده من الاكسبيرمنتس اللي اتعملت في اللاب بتاعنا عشان نعرفوا هل الاسيتيل اي 4 مهم او ريكوايرد للتي ريكس سيل فانكشن ان فيفو ولا لا، تاني جابوا الريب ام اوفر راج نوك اوت ماوس. لما تديو ديو 11 سي 25 نيجاتيف سيلز، يعني اللي هو عباره عن تي كونفشنال سيلز، بيحصل ديفلوبمنت للديابيتس. بعد ذاك عشان نعرف هل التي ريكس محتاجه لسيتيل اي 4 ولا لا، معناه هنا حيكون عندنا تو جروبس اوف مايس، وان جروب ترانسفيرد ادوبتيفلي ترانسفيرد ب ريجوليتوري تي سيلز يكون وايلد تايب عاديه، والجروب الثاني دي الكنترول طبعا، والجروب الثاني الاكسبيرمنتال جروب حيكون فيه مع التي سيلز اللي هي سي دي 25 نيجاتيف، حيكون عندنا ريجوليتوري تي سيلز سي تي ال 4 نوك اوت. وبعد ذلك انت هتعمل شنو؟ هتعمل مونيتورنج، هتشوف الديابيتس ديفلوبمنت في المايس دي. وزي ما بنشوف هنا واحده من الحاجات اللي وصلنا لها انه المايس اللي هي اخذت نورمال ريجوليتوري تي سيلز مع التي سيلز العاديه كلها البلد جلوكوز ليفل بتاعها بعد المونيتورنج بعد 22 يوم كان عادي، لكن المايس that received regulatory T cells deficient in CTLA4 together with the CD25 negative T cells كلها حصل لها diabetes. فده كان experimental demonstration لأهمية CTLA4 expressed on T regs to dampen the immune response to dampen the autoimmune diabetes. أنا هنا وضحت الحاجة دي بس عشان أوضح لك إنه كيف نحن نقدر نفرق بين الخلايا الترانسفيرد والخلايا الاندوجينس. بنستخدم طبعا حاجة اسمها الكونجينيك ماركرز، يعني بيكون تو امبريد مايس، خلاص التو امبريد مايس ده بيكون بيتشابهوا في أي حاجة، الاختلاف الوحيد بيناتهم إنه في 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 بنقول عليه في الكونجينيك ماركر. ممكن نستخدم CD45، CD45 هنا عندنا منه 2 isotypes CD45.1 وCD45.2. الانتيبودي بيعمل ريكوجنيشن CD45.1 ما هيعمل ريكوجنيشن لCD45.2 هكذا. وبالتالي اذا عملت بومارو كايميرا، بومارو كايميرا يعني شنو؟ يعني انت تعمل ايراديشن للماوس عشان تكل كل الاميون سيلز، وتقوم تديه بومارو، تعمل له ريكونستيتيوشن ببومارو من ماوس ثاني، تعمل انجكشن يعني ليشنو للبومارو سيلز عشان تعرف الخلايا اللي انت عملت لها انجكشن دي سواء ادوبتيفلي ترانسفيرد ولا خلايا جايه من البومارو. الدونر سبيسيفيك سيلز حيكون عندها حتكون سبيسيفيكلي اكسبريسنج سي دي 45.2، والريسيبيانت سيلز الثانيه في الجسم حتكون سي دي 45.1. ممكن برضه نستخدم سي دي 90 لانه برضه عندنا سي دي 90.1 وسي دي 90.2. هنا الحاجة دي أكتر حاجة اشتغل فيها دكتور أشرف ممكن يتكلم لنا عنها، اللي هي الديبليشن بتاع النايب استخدام الدفتيريا توكسين ريسبتور. أوكي تمام. طيب بالنسبة للمايس زي ما تكلم دكتور ياسين عن الراديشن استخدموا طبعا الراديشن حتى في الـ في الـ في الكانسر تريتمنت بيستخدم يعني. فالراديشن in general هو بيعمل لك killing للهيباتوكوتيك سيل بتاعتك. Okay, so مثلاً TDR bone marrow chimera ده بيستخدموه عشان تعمل specific depletion depletion للspecific cell. يعني مثال لو أنا عايز مايس لكن مثلاً B cell بكل الخلايا ما عدا B cell، فأنا يمكن أعمل مايس ده ما يكون عنده اي بي سيل، يكون عنده كل الخلايا ما عدا البي سيل. فالدي دي ار ده واحده من الميثود اللي بتستخدم، جولدن ميثود يعني بتستخدم في انك تعمل ديبليشن للسيل. طبعا في نوك اوت للجين
ده حنجيبه بعدين specifically in cell معينة، خلية خلايا معينة. وزي ما في نوك اوت ان جنرال في مايس كامل يقول لك ده نوك اوت لمثلا السي دي 4، ده نوك اوت للجين الفلاني. ففول نوك اوت بيختلف عن السبيسيفيك نوك اوت في السيل واحد، ده بالنسبه للجين. لكن لما نجي لديبليشن للسيل بوبيوليشن من مايس، ده هنا الفكره بتاعتنا، انك تدرس خلايا معينه لو هي عندها الفانكشن بتاعتها في ستيت او ديزيز او كده، او يعني هيلثي او ديزيز. فالتي دي ار هي جايه من ديفثيريا توكسين ريسبتور. الفكره بتاعته كالاتي، انا بيكون عندي ديفثيريا توكسين ريسبتور، فلو عايز مثلا اعمل نوك اوت، اعمل ديبليشن للبي سيل، فعندي مثلا عارف انه سي دي 19 اكسبريس ان البي سيل، فبقوم باخد جينيتيكلي موديفاي في اوريدي الماوزي موجوده، انت لو تطلب ممكن تطلب من جاكسون لابوراتوري مثلا للمايس، فممكن تطلب مثلا دي تي ار سي دي 19 اللي هو السي دي 19 اندر بروموتر اوف سي دي 19 خاتين دي تي ار ديفثيريا توكسين ريسبتور. اوكي، فاذا المايس دي كل الخلايا فيه نورمال ما عدا البي سيل، بيكون في الممبرين بتاعه ديفثيريا توكسين ريسبتور البروديوس اندر سي دي 19 بروموتر اللي هو سبيسيفيكلي موجود في البي سيل اكسبريسنج البي سيل بروموتر ده اكتيف ان بي سيل عشان تو برودوس السي دي 19 سبيسيفيك مارك. فممكن اعمل الحاجه دي واجيب المايس اشيل البون مارو من المايس دي. اوكي، اكستراكت البون مارو، هي دي نفسها فكره البون مارو ترانسفير للبيشن اللي عندهم ليوكيميا، نفس الفكره، بتعمل لهم فول بودي راديشن وتديهم بون مارو من الدونر اللي هو اللي انت جايب منه البومور عشان تعمل لهم تريتمنت منه. فالفكره انه هنا بتجيب مايس بتكون وايت تايب، تعمل لها ايراديشن فول بودي ايراديشن. الفول بودي ايراديشن بيقوم بيعمل لي ريموف لكل الهيماتوبوتيك سيل بالاضافه للسيلز في السيركيليشن. ايميديتلي بعد الكلام ده بقوم بعمل انجكشن للنيو بومور الجاي من وين؟ الجاي من المايس بتاعت الريبورت اللي هي دي تي ار سي دي 19 بومور جاي من المايس دي. فبعمل لي انجكشن اللي هو زي ما شايفين الدي تي ار ماوس ريد، تعمل انجكشن في الايراديتد مايس. بعد تقريبا المفروض تنتظر شهرين اللي هو at least like 18 weeks، بيكون حصل شنو؟ بيكون حصل reconstitution، يعني بون مارو القديم بتاع المايس الاوريدي الواي تاب ايراديتد الاوريدي القديم خلاص تلاشى، بيحصل reconstitute للبون مارو الجديد اللي هو اضيفته اليوم اللي جاي من الدي تي ار. فبيقوم في شهرين دي بيحصل ريكونستيتيوت من البومور الجديد في البومور، وبيقوم بينتج لي الخلايا اللي هي بتحمل الدي دي ار بتاعي للمايس. هنا بقوم بعمل شنو؟ بقوم بعمل انجكشن للمايس دي بالديفثيريا توكسين. الديفثيريا توكسين هتعمل بايند للريسبتور بتاع الموجود في البي سيل، بس الخلايا الثانيه ما عندها ديفثيريا توكسين ريسبتور، فبالتالي الديفثيريا توكسين اول ما بايند للديفثيريا توكسين ريسبتور بيحصل كيل للسيل، فالسيل دي بيحصل لها انها تحصل لها كيلينج. فبالطريقه دي انا بعمل كيلينج لكل البي سيل في المايس، وبعمل بكيب الدوز لانجكت الديفثيريا توكسين يعني بدوز معين يوميا. انا بالاسبوع بعمل انجكت 3 تايم انجكشن للديفثيريا توكسين عشان تو كيب سستين المايس ديبليتد من البي سيل واشتغل عليها. فانت بالطريقه دي يمكن تعمل ديبليشن للبي سيل، تي سيل، دندريتك سيل، ماكروفاج. السيستم ده استخدم لكل الانواع الخلايا دي، انك تعمل ديبليشن للسبيسيفيك سيل وتدرس الحاجه دي. انا حاليا مثلا عملت الدندريتك سيل واشتغلت على الاميونيتي واشتغلت فيها على الانتي بودي واشتغلت فيها على الانفلاميشن، فدي ايزي ميثود انك تستخدمها. ده بالنسبه للدي تي ار. بالنسبه للديبليشن للسيل، اما الديبليشن للنوك اوت سبيسيفيك، ممكن نمشي للسلايد الثانيه ياسين. ال specific knockout للجين في خلية معين اللي هي بيستخدم فيها حاجة اسمها Cre unlock speed system. ده سيستم قديم جدا بيستخدم انك انت يمكن تعمل specific knockout يعني لجين معين في خلايا معينة، خلية او خلايا معينة. مثلا انا يمكن اعمل knockout لسيتوكاينز معين في مثلا في الدندريتك سيلز،
اما بعد الخرائط تكون بتنتج لي السيتوكاينز النورمال اذا هي بتنتج وهكذا. فممكن استعمل نوك اوت لمثلا لاي جين انا عايزه في سيتي سيل اوكي بسبيسيفيك. الفكره فيه سيمبل انك انت بيكون عندك حاجه اسمها الكري اللي هو ريكومبينيز انزيم. انت الكري ده بتاخده عند البروموتر زي ما قبل خدتين الديفسيرا توكسين ريسبتور مثلا عند البروموتر عند البروموتر او سي دي 19. انت هتختار سبيسيفيك ماركر للسبيسيفيك سيل عشان هي دي السيلز اللي انت عايز تتارجت الديبليشن فيها. والمايس دي برضو موجوده في 100% من المايس اللي عملت وممكن تتعامل كمان انت لو عايز سبيسيفيك برضو سيل ثاني لكن موجوده جزء كبير منها. فانت بتجيب مثلا كري مايس بينتج لي فيو كري انزيم او ريكومبينز انزيم مثلا تحت البروموتر سي بتاع بتاع السبيسيفيك ماركر سي سي دي 4 للتي سيل مثلا. فبتجيب مايس ثانيه بتكون فيها اللوكس بي فلانك. اللوكس بي ده عباره عن سبيسيفيك سيكونس اللي هو فيري شورت سيكونس بتقوم بتحطه في بروموتر بتاع الجين اللي عايز تعمل له ديليشن. انت مثلا انا عايز اعمل سيتوكاينز اي ال 6 ديليشن من التي سيل ما عايز التي سيل تنتج لي اي ال 6. ففي الجين بتاع الاي ال 6 مثلا طبعا انت عارف الجين فيه انترون فيه اكسون فمثلا باخد واحده من اللوكس بي فلانك في قبل مثلا الاكسون 2 والفلانك الثاني مثلا بعد الاكسون 3 اوكي. فبقى عندي 2 فلانك. المايز دي بيكون في كل الخلايا بتاعتها الفلانك ده موجود بتاع اللوكس بي في كل الخلايا ما بس في الـ في السي دي 4. فبعمل كروسنج بالمايز دي مع الكري مايز بتاعتي اللي هي فيها سي دي 4 انت البروموتر بتاعها بنتج الكري ريكومبينيز انزايم. الريكومبينيز انزايم لما بيحصل له شنو؟ بيعمل ريكوجنيشن لللوكس بي فلانك بتاع سايت او سبيسيفيك سيكونس. اول ما يلقاهم بيعمل كات في الحته دي اوكي. فده ريكومبينيز انزايم. فمثلا انا عارف انه بيحصل له برودكشن مثلا في التي سيل سي دي 4 اللي هو انا جايب الجيم بتاعي فوق الكري في السيلز دي بس سبيسيفيكلي لما عمل لها كروس مع مايس بيحصل عندها لوكس بي في الجين الاي ال 6 بيحصل الانزيم بيحصل اكسبريس في التي سيل. اذا هو في التي سيل فقط بيقدر يتعرف على الفلانك لوكس بي سايت وبيحصل كات. فبالتالي انا عندي اكسون 2 وان اكسون 3 will be knocked out. معناتها بيحصل شنو؟ بيحصل knocked out معناتها depletion لبارت من الاكسون اللي هي important للجين ده عشان يحصل له production later. then المايز دي هيكون عندها في CD4 بس لانه في recombination enzyme produced under promoter specifically under CD4 can have deletion للIL6 هيكون knock out للIL6 الخلايا دي بتنتج IL6. اما الخلايا الثانيه لو جيت بلقاها نورمال بتنتج اي ال 6 من نفس المايس. ليه؟ لانه ما في ريكومبينيز بينتج في الخلايا الثانيه لانه فقط فيها اللوكس بي واللوكس بي ما دام هو موجود المايس هيكون نورمالي برودوس السيتوكاينز انليس اتس ديفاين او يعني تارجتد باي ريكومبينيز انزايم اللي هو ما موجود في الخلايا الثانيه اوكي. فانت بتعمل كروسنج والفيرست جنريشن بيجيك هيتروزايوس بتعمل ريكروسنج للانتر كروسنج للهيتروجايز فيرست جنريشن عشان تنتج سكند جنريشن وبتعمل سكريننج بالفينوتايب كل مره بالجينوتايبنج لحد ما تحدد عندك هومو. هومو بمعنى عندك هومو بالنسبه للكري ريكومبينيز عندك مايس هومو بالجينوتايبنج ذات التو كروموزوم عندهم الكري ريكومبينيز. بالاضافه لكده هومو بالنسبه للوكس بي برضه انه اللوكس بي موجود في التو كروموزوم برضه. فبالتالي كده انت عندك دبل هومو ذن انت عندك الافشنسي بتاع الديليشن بيكون هاي وسبيسيفيكلي في السيل دي فكرته. تمام. انا كنت بس عايز اضيف حاجه بسيطه هنا انه السيستم ده طبعا فيري باورفول ممكن نستخدمه برضه للتمبورال سبيسيفيك نوك اوت تمبورال ديليشن انك انت تعمل انجينيرنج للكري بحيث انه برضه تستخدم كري اي ار تي 2 اللي هو نفس الاكسبريشن لل يعني الخلايا اللي بتنتج الكري اللي هي بيكون اوف كورس اندر سبيسيفيك بروموتر بتنتج ريسبتور في السيرفيس اللي هو الاي ار تي 2 بعد ذاك ثاني لما تعمل كده الخلايا في الحاله العاديه ما بتنتج الكري او يعني الكري ذاته ما بيحصل له اندكشن الا اذا انت اديت المايز دي تاموكسفين
ادي الماس دي تاموكسفين، فلما تديها تاموكسفين بيحصل سبيسيفيكلي اكسبريشن للكري، بعدك الكري بعدك بيعمل ياهو ديليشن لل زي يعني بيعمل كاتنج يعني ياهو لللوكس بي سايتس. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هنا زي ما شايفين موضح برضو انه اللوكس بي سايت ممكن تاخده في يعني تاخد ستوب كاسيت فلانك بي 2 لوكس بي سايتس، بحيث انه شنو يعني الجين ده ما هيحصل له اكسبريشن عموما خلاص. بعد ذاك انت بعد ذاك ممكن تعمل شنو الكري لما يحصل له اكسبريشن اندر سيرتن بروموتر بيشيل الستوب كاسيت. لما نشيل الستوب كاسيت بعد ذاك بيحصل شنو؟ بيحصل اكسبريشن. يعني مثلا هنا زي ما قال لك ممكن نعمل توكسيك جين اندر سيرتن بروموتر، والكري في اندر الكنترول بتاع ثايمين سبيسيفيك بروموتر. بعد ذاك هنا الكري بيعمل لما يحصل اكسبريشن للكري، الكري بيشيل الستوب كاسيت. لما نشيل الستوب كاسيت برا بيدي فرصه للتوكسيك جين انه شنو انه يحصل له اكسبريشن، وبالتالي يقتل الخلايا دي بس اللي فيها شنو اللي عملت اكسبريشن للكري. الحاجه برضو الاخيره انه مستخدم برضو في الجينيتك تريسنج في الفيت مابينج مايس. اذا عايز تشوف الخلايا دي مثلا ات سيرتن بوينت انتجت حاجه معينه ولا ما انتجت حاجه معينه، فبيستخدموا نفس البرنسبل بتاعت انه الستوب كاسيت. يعني مثلا ممكن تستخدم الكري والبروموتر اوف انترست مثلا زي ما قال دكتور اشرف مثلا بتاع سي دي 19، ده تشوف مثلا الخلايا دي بتنتج انت يعني او يعني مثلا يعني مثلا دايرين نشوف الخلايا اللي انتجت قبل كده اي 13 مثلا. فهنا بيحصل شنو؟ بنجيب جين هو يعني زي ما نقول شنو يعني يونيفرسالي اكسبريسد، يعني مثلا زي الروزا 26 خلاص. وهنا بعدك بنقوم نعمل شنو؟ بنخد الجين ده بانجينير بحيث انه يكون في ستوب كاسيت ويكون في ريبورتر. يعني الروزا 26 ده بيكون هو عادي، لكن شنو اذا انت شلت اللوكس بي سايت والستوب كاسيت بيحصل اكسبريشن للريبورتر، لكن هنا الاكسبريشن بيكون طوالي. عشان كده نحن معناها شنو؟ معناها مثلا اذا كان عندنا خلايا قبل كده انتجت اي 13 ووقفت من الانتاج، ممكن نصليها بالحاجه دي لانه حتكون بتنتج الريبورتر لانها قبل كده في فتره من الفترات انتجت الكري، وبالتالي عملت شنو؟ عملت اليمينيشن للستوب كاسيت. فتقريبا دي الحاجات اللي ناي. اذا عندك اضافه يا دكتور؟ لا لا تمام كله تمام. طيب احنا تقريبا والله طولنا شديد، لكن نحاول يعني كده احنا المفروض نمشي في الصيد الجاي اسرع. اي ان شاء الله بنمشي اسرع، لان هي طبعا الصيد الجاي عن الملوكيولر ميثودز وما حنتكلم عنها كثير، يعني نتكلم بس اللي هي الار ان اي سيكونسينج، السنجل سيل ار ان اي سيكونسينج، الابيجينيتك ميثودز. يعني احنا بس حنذكر انه مهم جدا انه يعني الاميونولوجي ذاته حصل له ايفولوشن، وزي ما قال دكتور اشرف جبال ما في ميثودز، يعني احنا ما بنستفيد من ميثودز معينه. كل الميثودز اللي بتشتغل عندك ممكن تستخدمها، وهسه حاليا حصل زي ما بيقولوا اكسبلوجن للفيلد بكميه الداتا اللي انتجت بسبب بالتكنيكس دي. يعني ممكن نعمل بلك ار ان اي سيكونسينج، اللي هو ده معناه شنو؟ معناه انك تعمل سورتنج لخلايا معينه وبتشوف كل الترانسكريبتون بتاعها، يعني كل الار ان اي بتاعها بتقوم تعمل له سيكونسينج، بتطلع طبعا كميه من الجينات. وهنا في الغالب طبعا بنعمل حاجتين، الحاجه الاولى بنقارن، زي مثلا هنا انا ما اخذت هنا الحاجه دي، لكن زي مثلا باستخدام البرنسبل كومبوننت اناليسيس بنشوف الخلايا A والخلايا B، مثلا خلايا A تريتد بحاجه والخلايا B ما تريتد بالحاجه الفلانيه، بنشوف اذا هم بيتشابهوا ولا لا بناء على الترانسكريبتون بتاعهم. لكن برضو ممكن تشوف الجينز اللي هي شنو اللي هي اب ريجوليتد او داون ريجوليتد في الانواع بتاعت الخلايا دي، وبالتالي ممكن تقارن الخلايا based on الجينز المعينة. ده عندك إضافة يا دكتور؟ لا ما عندي أي إضافة، بس الإضافة البسيطة يمكن أقول بس الفكرة بتاعت ال إحنا نقوم نربط الفكرة بتاعت ال RNA-seq دائما بتعتمد في الميزة اللي فيها إنك أنت عشان تعرضها الداتا بتاعتها بتكون كثيرة جدا جدا وكومبليكيتد، يعني فأنت عشان تعرضها بتحتاج إنك تستخدم برامج معينة يعني سهل الفيجواليزيشن والايزي انك تو دايجست الماده بتاعتها او الداتا بتاعتها. زي ما شايفين هنا زي الهيت مابس زي الظاهر هنا دي كلها بيسموها الهيت ماب، هنا بتوريك مثلا الاكسبريشن بالريد معناتها هاي اكسبريس بالسكور. اوكي فالفكره انه تدرج اللون هو بيحدد لك الاكسبريشن، وبالتالي تقدر ايزلي من بس من النظره انت للهيت ماب
ممكن تحدد. طبعا دي بيستخدموها يمكن تعملها بالار بروجرامينج او البايثون. ممكن تواصل. أيه. فعلا اي أيوه. بالاضافه برضو لحاجه انا بس نسيت كلامك ذكرتني، يعني دي الهيت مابس طبعا بيستخدموها، برضو بيستخدموا الفولكانو بلوتس برضو هي مفيده. يعني في انواع كثيره من البلوتس، في الفين دايجرامز في كميه كبيره، لكن زي ما قال دكتور اشرف لانه الداتا كومبليكيتد شديد، زي انا ما قريت قبل كده في كتاب دي بيقول عليها الدايمنشناليتي كرايسيس، اللي هي بيكون انت عندك سامبل واحده ولا اثنين ولا ثلاثه سامبلز، لكن عندك كميه من الكاركترستكس اللي بتدرسها. زي ما نحن ناسي الترانسكريبتوم بتاع الخليه في حكايه بتاعت 20 ل 30 الف جين، يعني انت عندك 20 الف ل 30 الف كاركترستك المفروض تدرسها في 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 شنو في حاجه معينه. تاني هنا معناها شنو؟ معناها انت عندك دايمنشناليتي، يعني عندك كميه كبيره من الحاجات عايز تدرسها في في حاجه معينه. عشان كده هنا بيستخدموا الميثودز عشان تو ريديوس الدايمنشناليتي للبلوتينج، زي التسني بلوت وزي اليو ماب. دي بالاضافه يعني. والحاجه دي اكثر حاجه مستخدمه في السنجل سيل ار ان اي سيكونسينج، لانه هنا في السنجل سيل ار ان اي سيكونسينج هو ميزته من الار ان اي سيكونسينج العادي ذاك اسمه بلك، لانه انت بتجيب الخلايا كلها از ا بوبيوليشن، لكن هنا انت بتعمل شنو؟ بتعمل ايسوليشن للسيلز واحده بواحده، واي واحده هتقوم تعمل لها شنو؟ هتقوم تشوف الترانسكريبتوم بتاعها. بالتالي هيكون عندك يعني هيكون عندك كميه كبيره من الخلايا طبعا بيزد اون الستارتنج بوبيوليشن بتاعك، وبالتالي طبعا لازم تستخدم واحده من الميثودز بتاعت الدايمنشناليتي ريدكشن، لانه كده ما حتقدر تعمل كلاسترنج للخلايا وما حتقدر تدرسها، لانه الموضوع بيكون صعب جدا يعني. انت يا دكتور اذا عندك اضافه، لانه انت عندكم هنا اكزامبل، انا ممكن امشي على الاكزامبل طوالي بالنسبه لل تمشي حتى السلايد اللي بعدها هي نفس الفكره بس دي لل يعني توري الابلكيشن بتاع السنجل سيل. اي ممكن الناس يعني نحن نعمل هنا، لانه صراحه الريفيو ده مهم ظريف جدا صراحه، بيتكلم عن كل الابلكيشنز بتاعت السنجل سيل ار ان اي سيكونسنج اللي هي ممكن الناس تستفيد منها وتعرف التكنيك ده مفيد لاي درجه في الاميونولوجي. لكن احنا ممكن نمشي طوالي على الحاجه دي اللي هو انت كنت كووتر فيها. اي يعني دي واحده من الامثله انك انت كيف تستفيد من السنجل سيل تكنولوجي، مثلا زي البانديميك او الجائحه الحاليه اللي عندنا احنا بتاعت كورونا فيروس. واحدة من الحاجات اللي كانت في البداية انه تقدر تحدد السبيسيفيك تارجت سيل ان هي هي التارجت بالفيروس نفسه. واحدة من الحاجات اللي عملناها اللي هي دي زي ما شايفين في الـ في الـ في الـ في الهامي دي انه بيعملنا سنجل سيل تكنولوجي دي كلها انسجة من الانف، وعملنا برضو من اللنج، فبتعمل extraction للتيشو، بعد ذاك بتعمل يعني بتعملها في سنجل سيل، وبعد ذاك بتعمل check لل expression بال S2 اللي هو ال S2 اللي الريسبتور الموجود في اللي بتستخدمه الفيروس لدخول الخلايا. بالتالي كده تقدر تحدد ال population اللي هي targeted بالفيروس في التيشو المعين أو في النسيج المعين. فزي ما شايفين هنا مثلا البلاك هنا دوت بلاك دي هي الـ S2 cell express، ودي هي نفس لو عينا الـ population دي هناك عملناها تشيك في الـ في الـ في الجزء الثاني دي البوزيتيف هنا نلقاها دي هي مثلا الـ type 2 نيوموسايت cell. فبالطريقة دي احنا قدرنا مثلا نحدد انه type 2 نيوموسايت cell هي مثلا في الهيومن وفي المونكي هي targeted بالكوفيد 19، لأنه هي بيحصل لها عند الاكسبريشن للريسبتور بتاع الكوفيد 19، والحاجات دي هي ابروف also experimentally بعد انفكشن للخلايا دي. فده كمثال بس انه بوري انه اهميه السنجل سيل ممكن في الابلكيشن بتاعنا نستفيد منها قد شنو في انك تحدد حاجات مهمه زي دي يعني، ودي ممكن تحدد التارجت سيل انت ممكن تعمل تريتمنت ليها تريتمنت، او لو قدرت تدرسها هي مثلا ريبليسمنت ليها لو حصل ديفكت فيها ريبليسمنت. لو انت عايز مثلا انا عايز اعمل ستيم سيل تو جنريت الخلايا دي معينه، بعد ذاك تمكن تشتغل شغل ستيم سيل تو جنريت سبيسيفيك تايب دي للناس الانفكتد عشان تعوض اللوس بتاع الخلايا، وهكذا يعني حتى في التارجتنج للعلاج. فدي الفكره. فنحن يمكن نمشي اسرع. تمام. طيب دي اخر نقطه يعني حنتكلم عنها، اللي هي انه ما بس الناس بيدرسوا الترانسكريبتوم،
احنا برضو بندرس الايبي جينوم، واحده من الحاجات المهمه جدا انه الاكسبريشن بتاع اي مولكيول هو ما ديكتيتد بس بال، يعني في الريجوليشن، الريجوليشن بتاع الاكسبريشن في لايرز كثيره، منها اللاير بتاع الايبي جينيتيك اللي هي الماركس اللي بتتخطى في الدي ان اي، اللي هي ما جزء من الدي ان اي لكن بتتخطى في الدي ان اي وبتعمل كنترول للاكسبريشن بتاعه. مثلا مثال هنا الدي ان اي ميثايليشن، واحده من الحاجات اللاب اللي انا عملته فيه البي اتش دي كان حصل فيه اكسبيرمنتال ديمونستريشن، لانه الدي ان اي ميثايليشن مهم جدا في الاكسبريشن بتاع الفوكس بي 3 اللي اتكلمت عنه قبل، انه الفوكس بي 3 في الريجوليتوري تي سيلز مصحوب بابيجينيتيك موديوليشن للجين بتاع الفوكس بي 3 لمنطقه معينه بقول عليها تي اس دي ار اللي هو تي سيل سبيسيفيك دي تي ريج سبيسيفيك دي ميثايليتد ريجن. والكلام ده بنشوفه في سي دي 25 بوزيتيف سيلز عكس سي دي 25 نيجاتيف سيلز اللي هم تي كونفشنال سيلز، بتلقى انه ما في ميثايليشن. نحن بنستخدم الهيت ماب دي غالبا اللي هي دائما في الاصفر ده انديكيشن لانه ما في ميثايليشن او ميثايليشن شويه دي ميثايليشن يعني، لكن الازرق وانت ماشي على الازرق ده معناه شنو؟ معناه هاي ميثايليشن. فالهايبو ميثايليشن بتاع الفوكس بي 3 جين ده لقوا انه عنده برضه علاقه غير بالاستابيليتي بتاع الاكسبريشن بتاع الفوكس بي 3، عنده علاقه برضه بشنو؟ بالجين اكسبريشن. يعني مثلا هنا في البيبر دي عملوا هول جينوم باي سلفايد سيكونسينج، يعني الباي سلفايد سيكونسينج ده الميثود اللي بيعملوها عشان تعمل تحدد الدي ان اي ميثايليشن او النسبه بتاعت الدي ان اي ميثايليشن. وهنا عملوا كورليشن ما بين الدي ان اي ميثايليشن وما بين الجين اكسبريشن. طبعا الكورليشن دي ما ابسولوت، لكن في الغالب يعني اذا كان عندك جين دي ميثايليتد ففي الغالب هو معناه هايلي اكسبريسد في الغالب يعني، لكن الحاجه دي ما 100% يعني. فهنا لاحظ انه عملوا كومبينيشن ما بين الهول جينوم باي سلفايد سيكونسينج عشان الديترمينيشن بتاع الدي ان اي ميثايليشن مع البلك ار ان اي سيكونسينج اللي هو نحن شايفينه في الهيت ماب الحمراء دي يعني. في الهيت ماب الحمراء. و الابي جينيتكس برضه مشت ثاني لحاجه ثانيه اللي هو انه عشان برضه كمان نشوف الاكسسبيلتي بتاعت الكروماتين عشان نشوف اذا كان يعني اذا كان الخلايا المعينه المكان المعين ده اكسسبل عشان يحصل له ترانسكريبشن ولا عشان ما يحصل له ترانسكريبشن، بنستخدم حاجه اسمها اتاكسيك. والكروماتين ريموديلنج لما نحصل موديلنج للكروماتين بحيث انه يكون اكسسبل معناه الجين ده غالبا اكتفلي ترانسكرايب، اما اذا المكان يعني بنشوفه بالبيك دي يعني مثلا، لكن اذا كان المنطقه دي ذاتها ما فيها بيك في المكان في خلايا في انواع معينه ثانيه من الخلايا معناها المكان ده كلوز، معناه غالبا الجين ده ما شنو ما اكتفلي ترانسكرايبد وما بكون اكسبريسد في الخلايا المعينه. والابيجينيتكس ده مجال مهم جدا في الاميونولوجي هسي، لانه حاليا قبل كده كنت بتكلم مع دكتور اشرف الحاجه يعني زمان احنا درسونا في الاميونولوجي زمان انه الانيت سيلز ما عندها ميموري، لكن حقيقه يعني الكلام ده انكريسنجلي بيجا الناس بيقولوا ما صحيح. الانيت سيلز عندها ميموري لكن ما سبيسيفيك ميموري، بيقولوا عليها يعني عشان ما يقولوا ميموري عشان ما تكون طبعا تو بي كونفيوز مع الميموري بتاعت الادابتيف اميونيتي، بنقول عليها تريند اميونيتي. تريند اميونيتي اللي هي انه اذا حصل لك انفكشن بحاجه معينه الخلايا بتاعتك مثلا الماكروفاجز والانيت سيلز بيكون عندها قابليه انها تو ماونت هايتند اميون ريسبونس اون سكندري تشالنج، لكن طبعا ما سبيسيفيك الحاجه دي. والكلام ده ليه؟ لانه بيحصل ايبيجينيتيك موديفيكيشن في للخلايا دي على مستوى البون مارو، معناها شنو؟ معناها كل البروجيني بيجي بعد ذاك بيكون بويزد زي ما بنقول، بيكون بويزد بيكون عنده الابيليتي تو ماونت هايتند اميون ريسبونس. عشان كده في ناس في الجائحه بتاعت الكورونا دي سجستد انه البي سي جي فاكسين ممكن يحمي الناس من الكورونا فيروس. خلاص الحاجه دي لسه كونتروفيرشال، لكن يعني زي ما بيقولوا البيسس بتاع الكونسبشوال بيسس بتاع انه الهيترولوجس تشالنج باي حاجه بيعمل شنو؟ بيعمل تريند اميونيتي، بيعمل اندكشن للتريند اميونيتي في مجموعه من الخلايا زي الماكروفاجز المونوسايتس مجموعه من الخلايا دي، بالتالي عندها الابيليتي بعد ذاك كيف تشالنج بحاجه ثانيه ان ريليتد زي الكورونا فيروس بيكون عندها الابيليتي تو ريسبوند بطريقه افضل يعني. لكن صراحه لسه الكورليشن دي ما بين الدي سي جي فاكسينيشن وما بين البروتكشن فروم الكوفيد 19 دي لسه ما بروفن وما ما هنا يعني لسه اندر اتس ماتر اوف ديبيت يعني زي ما بقول. طيب انا اعتقد انه احنا هنا خلصنا.
أنا بحب يعني حقيقة أشكر شكر جزيل دكتور أشرف، ونشكر دكتور برضو دكتور أنور إنه أدانا الفرصة دي، نشكر جميع الحضور ونشكر الناس اللي تحملونا يعني لحد هسه حقيقة تكلمنا كثير يعني، لكن كان مهم جدا إنه نعرض الأوفر فيو دي، والكلام حيكون مسجل وحيكون برضو في الصفحة بتاعت الباحثين السودانيين، برضو حيكون في القناة حقت اليوتيوب، الناس ممكن ترجع له وتستفيد منه في أي وقت. ونحن ان شاء الله بس عشان الزمن ما حنقدر نجاوب على الاسئله هنا، لكن حنرجع للصفحه بتاعت الباحثين السودانيين، للصفحه بتاعت الويبينار ده، حنحاول نجاوب على الاسئله حسب الافيلابيلتي بتاعتي وبتاعت اشرف يعني. فشكرا جزيلا لكم، واذا دكتور اشرف اذا عندك تعقيب او للختام ممكن. والله في الختام بس انا عايز اشكرك انت كمان برضو، لان في النهايه المبادره جات منك. شكرا جزيلا. واشكر دكتور انور برضو تحليل الفرصه مره ثانيه، والمنصة طبعا أكيد وكل الناس شغالين على المنصة وموجودين في المنصة سواء إدمنس وغيرهم والموجودين في المنصة، وآسفين طبعا طولنا عليكم شديد، لكن زي ما قال دكتور ياسين إحنا كان بس لأنه هي يعني one time إنك تبريزنت الحاجة دي أوفر فيو، فقلنا نخلص ونقدم كل الحاجات اللي بنقدر نقدمها حاليا، ما دارين عشان هي ما هتكون في سلسلة نفس الموضوع، فعشان كده يمكن يكون الموضوع طول. ونتمنى نشوفكم في مع ناس متخصصين في مجالات تانية حيقدموا لنا برضو في نفس الحاجة دي اللي هي المنهجية بتاعت التخصصات التانية، سواء كان مثلا حنجيب ناس يشتغلوا كمبيوتيشن بيولوجي، في ناس حيكونوا يعني specifically نقول ناس حيشتغلوا في البايسون والآر، وحنجيب ناس برضو أكيد حيتكلموا لنا متخصصين في الدكتور فيصل مثلا حيتكلموا لنا عن structural biology، وطبعا اوريدي هو عارف الموضوع مجهز له، فالمهم حنتلاقي في سلسلة ان شاء الله، ونتمنى الفائدة للجميع. شكرا لكم يا شباب على يعني اطلاق السلسلة، وبيجي منكم كثير يعني الشباب حيستفيدوا منكم كثير، والباحثين السودانيين كلهم ككم انتوا اهل المنصة واهل المجموعة يعني، الله يديكم الصحة والعافية، وان شاء الله يعني تتواصل السلسلة، ممكن تنزلوا جدول بصورة كاملة على أساس إنه الناس تكون عارفة متين وين كده. شكرا جزيلا لكم، الله يجزيكم كل خير. ده أضيف حاجة معليش قبل ما نقفل. تفضل. بس أنا أتمنى إنه كل الناس بالذات يعني إحنا زي ما قلنا السلسلة دي أطلقناها في المجال بتاع البايوميديكال ساينس، فأنا أتمنى إنه كل الناس اللي هم عندهم إنترست إنه يشاركوا في السلسلة دي يكلمونا أنا ويكلموا دكتور أشرف أو حتى دكتور أنور يعني، بحيث إنه يوضحوا لنا هم عايزين يقدموا شنو، ونحن إن شاء الله حنرتب يعني احنا عايزين كل دايرين الفائده تكون عامه، ودايرين كل الناس في ديفرنت فيلدز وديفرنت ستيجز من في الكارير بتاعته، لانه احنا في النهايه عايزين انه يكون في يعني غير كده يعني احنا ذاته بنستفيد عشان نعرف الناس اللي هم سبيشاليزد في فيلدز معينه، وعشان نقدر يعني يكون في انتر اكشن بيناتنا، ويكون ذاته يعني فرصه للنتوركينج وللتعارف وللكولابوريشن اللي قدام ان شاء الله. طيب انا حطيت العنوان بتاع الجروب الفرعي من الباحثين السودانيين اللي هو بتاع البايوميديكال، فممكن الناس تخش هناك على اساس ان التنظيم يكون افضل للحاجات دي. دكتور اشرف ودكتور ياسين الاثنين ادمنستريتورز ان شاء الله في الجروب ده. يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا. تمام، شكرا جزيلا، مع السلامه. لا شكرا جزيلا.